بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده اول مباراه ننقلها في هذا الموسم في استوديو الابطال. المباراه تاتي من خارج مصر، نقله نوعيه في قناه النادي الاهلي. يمكن السنوات الماضيه كنا يعني معتادين مع حضراتكم ان احنا بنغطي اهم الاحداث والمباريات داخل مصر، ولكن هذه النقله النوعيه الحقيقه في قناه النادي الاهلي ان احنا نبتدي نغطي ابطالنا خارج مصر. دي محاولات مستمره لارضاء اكيد جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وازاي نكون مع ابطالنا ونقل لكم دائما ابدا الحدث. النهارده ننقل لحضراتكم مباراه النادي الاهلي التاريخيه مع مونبلييه الفرنسي، ثاني الدوري الفرنسي واحد افضل الفرق كره اليد في اوروبا بل في العالم كله. النهارده المباراه تاتي في ثاني مباريات البطوله او بطوله كاس الابطال الدوليه اللي انطلقت امس، وكان اولى المباريات امبارح للنادي الاهلي مع يورو فارم المقدوني، واللي فاز فيها النادي الاهلي بنتيجه 34-23. دي طبعا بتاتي في الاستعداد للموسم الجديد. زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي لا يبخل ابدا على فرقه الرياضيه، بل يستمر الدعم بدون حدود. النهارده النادي الاهلي دعم بصفقات، بيدعم بمعسكر خارجي. مستر ديفيد ديفيز النهارده بيقود الفرقه في هذه البطوله. خلينا اقول لحضراتكم كمان النهارده النادي الاهلي ده قدره انه يكون مع الكبار في كل الالعاب. السنه دي فريق كره اليد هيخوض بطوله العالم في الدمام في نوفمبر، وفي شهر 9 القادم فريق كره السله هيخوض بطوله العالم في اندونيسيا، فريق كره القدم ايضا هيخوض بطوله العالم. يعني قصدي اقول انه النادي الاهلي دائما ابدا مع الكبار، وهذا قدره، وهو النجم الساطع مش بس داخل مصر ولكن في افريقيا بل في المنطقه بل في العالم كله. خلينا الحقيقه قبل ما نروح للمباراه ونتكلم عنها، عندنا الكثير عن المباراه وجايبين لحضراتكم كمان ابرز اللاعبين في صفوف مونبلييه وكمان تشكيل النادي الاهلي وعوده المصابين. بس في البدايه لازم ارحب بنجومي نجوم الكبار الحقيقه، واحد يعني رموز النادي الاهلي ببتدي بيه، واحد افضل المدربين واللعيبه على مدار التاريخ، كابتن فوزي فضالي. اهلا بيك بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن، منورنا. سعيد بانضمامي للمنظومه الجميله ديت. منورنا يا كابتن، وده بيتك ودي قناتك يا كابتن. أشكر. فوزي، خلينا ارحب بضيفي العزيز دائما ابدا وصاحب التوقعات اللي دايما بتكون في محلها، والمدير الفني السابق لفريق السيدات واحد ابرز كوادر كره اليد في نادي الاهلي، كابتن ياسر صلاح. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن ياسر، منورنا. ودايما توقعاتك كده بتكون في الجون. النهارده نشوف بقى توقعات حضرتك هتعمل ايه معانا. ان شاء الله باذن الله خير. كابتن فوزي، النهارده اكيد يعني لما تبتدي الموسم ببطوله زي دي، اعداد قوي، بطوله بيشارك فيها انديه كثيره، المجموعتين تقال. النهارده كان البطوله السنه اللي فاتت النادي الاهلي هو حامل لقبها، ولكن السنه دي في فرق كبيره من اوروبا شاركت زي برشلونه، زي طبعا مونبلييه الفرنسي. شايف الاستعداد ده ازاي للموسم الجديد يا كابتن؟ هو الحقيقه استعداد مهم جدا ومطلوب في الفتره الحاليه، وخاصه ان احنا بنقول احنا بدانا نقف على تيم بنعده عشان يعني يحقق انصارات لمسافات طويله، خمس ست سنين سبع سنين عبال ما يبدا يحدث تغيرات تانية جديده او يطلع شباب جديده. فده شيء كويس جدا، وده منظومه الحقيقه محترمه باديه بتثبيت اللاعبين. انا شايف ان معظم اللعيبه موجوده، يمكن في اضافه لاعب او اثنين، نبيل واعتقد محمد مجدي. نعم. والباقي موجود معاك زي ما هو. بالعكس، ده انت كمان فقدت مهاب اللي هو احترف في فرنسا. فدي تجربه كويسه جدا، مش فارق فيها المكسب والخساره، انما هي فرصه للمدرب وللجهاز الفني انه يقف على اللاعبين وقدرتهم على تحمل الضغوط في مباريات مختلفه الشده. يعني من مباراه متوسطه الى اقل متوسط الى مباراه قويه. النهارده انت بتلعب مونبلييه هو تاني دوري فرنساوي. الدوري الفرنساوي على فكره بيعتبر من اقوى الدوريات العالميه اللي موجوده بعد الدوري الاسباني والالماني، هم دول اقوى دوريين. يجي الفرنساوي متوازي مع الالماني، الاسباني هو نمره واحد. فلما تقول ان مونبلييه تاني دوري فرنسا، انت رايح بتلعبه بصفتك بطل مصر وبطل افريقيا وبطل السوبر، اعتقد ان هنا المنافسه لازم تكون متوازنه.
مباراة تقيلة، مباراة قوية، وخاصة إن على حسب المعلومات اللي عندي إن دودو أحمد هشام السيد انتقل إلى مونبلييه من نان، ودي كانت آخر صفقات مونبلييه. وخلينا نوضح للسادة المشاهدين، نادي مونبلييه تعاقد مع أحمد هشام دودو لاعب النادي الأهلي الظهير الأيسر وصانع الألعاب، ودي كان آخر صفقات مونبلييه الفرنسي لاعبنا أحمد هشام دودو اللي هنشوفه النهاردة في المشاركة. كابتن فوزي فضالي تفضل وذكر ذلك منذ قليل، تفضل يا كابتن. أحمد هشام دودو لاعب حقيقة ما بيتكررش كتير في كرة اليد، لعيب ذو مواصفات عالية جدا، وأنا لسه منتظر منه كتير. النقلة ديت أعتقد أنها هتبقى في مصلحته لدرجة ما، لكن هو لازم بعد كده ينتقل إلى الدوري الأسباني اللي هو الدوري الأقوى، أكيد هو مخطط لده، أكيد هو مستواه هيتكلم أكيد إن شاء الله، أكيد يعني. واكيد في الاخر ده فايده المنتخب مصر اكيد. ما هو النهارده ده هو احد الاعمده الرئيسيه لمنتخب مصر. نعم. فانت بتتكلم النهارده لفايده منتخب مصر، لا هو ده نمره واحد. صحيح. كابتن ياسر خلينا اجي لحضرتك نظره على البطوله المجموعتين، يعني حضرتك لو تتفضل تشكر لنا اسامي المجموعتين او اسامي الفرق في المجموعتين ونتائج امبارح كمان يا كابتن ياسر، اتفضل. بص انا هتكلم على البطوله عامه واعداد النادي الاهلي. احنا اول مره طبعا في النادي الاهلي نطلع بطولة زي ديت، ما طلعناش بطولة دولية فيها حوالي 8 فرق. هي كانت اتعملت السنة اللي فاتت واحنا حامل لقب، بس ما كانش فيها الليفل ده من الفرق. ما كانش فيها الليفل دوت، الليفل ده قوي جدا. عجبني جدا تفكير مستر ديفيد، هو بيبص إعداد للدوري وإعداد لكأس العالم اللي جاي في شهر 2، يعني الراجل عينه رايحة بعيد قوي. أنا شايف ده تجهيز كويس قوي بالنسبة للنادي الأهلي، وبنشكر طبعا النشاط الرياضي والمجلس إن هم بيهيئوا الكلام دوت للفرقة. لو بصينا للفرقة احنا مدعمين يمكن 2 من بره، واحد من سموحة اللي هو محمد نبيل محمد مجدي، وفي برضه نبيل شريف، وكان من الشمس وعندنا طبعا احمد راضي كان عندنا واتنقل لسبورتنج اعاره ورجعناه السنه دي، وفي طب اتمنى له السلامه، وعندنا كمان مصطفى اسلام. وانا شايف ان هو بيبص بصه لقدام قوي لتجهيز الفرق، عنده بطوله افريقيا وعنده كاس عالم وعنده دوري، ان هو يطلع في السوبر المصري. عندك 7 بطولات موجوده السنه دي، 7 بطولات عمرها ما حصلت من عمرها ما حصلت اعتقد في تاريخ كره اليد، ان فرقه بتعمل في موسم واحد 7 بطولات، كتيره قوي. محتاج سكواد قوي جدا عشان يستوعب ويتحمل هذه طبعا. واذا ما كانش عنده كادر تاني من صف من تاني وتالت، انت ما بتتكلمش يعني بقى دلوقتي في 20 لعيب بس مش هيكفوك. انا شايف ان 20 لاعب مش هيكفوك، خاصه ان كره اليد لعبه عنيفه يعني الاحتكاكات فيها قويه، هي ما بقتش عنيفه زي الاول يعني. يعني بالنسبه مثلا من 10 سنين وكابتن ياسر يقول لك كانت تبقى معركه، انما دلوقتي لعبه الهاندبول بقت بالنسبه لزمان بقت باليه كمان، بقت باليه حقيقي. ده حقيقي بيتكلم بجد، ده بيتعلقوا في الكتاف وفي الرقبه. ده انت شايفها دلوقتي كده. لو شفتها من 10 15 سنه حاجه، لو شفتها من 30 سنه حاجه تانية خالص، يبقى ده بالنسبه لهم باليه. عشان كده بقول لك، لكن المشكله ان بقت في سرعه، بقت في تحمل سرعه، بقت في قوه. بقى في اشراك لل 16 لعيب على مدار المباراة. لازم يكون عندك بنش كويس، وعندك الاحتياطي كمان اللي براك اللي هم بره، اعتقد 20 رقم يعني مقبول نسبيا انك انت تخش بيه للبطولات ديت. نعم. لان احتمالات الاصابات كتيرة جدا في اللعبة وده بيحصل. ومعلش يا كابتن يعني استاذ حضرتك، لو نذكر المجموعتين يبقى كويس جدا، يعني يمكن حضرتك ألقيت الضوء على البطولة وعلى قوتها وعلى اللعيبة، وهنرجع لده تاني أكيد، ولكن محتاجين نستعرض مع السادة المشاهدين الفرق اللي موجودة في الفرقتين. يمكن الأهلي، خليني طب أستعرضها أستاذنا كابتن ياسر، يمكن المجموعة الأولى اللي فيها النادي الأهلي، الأهلي طبعا المصري ويورو فارم ومونبلييه الفرنسي وسلوجا البوسني، دي المجموعة اللي فيها النادي الأهلي تاني، النادي الأهلي ويورو فارم المقدوني بطل مقدونيا ومونبلييه الفرنسي ثاني الدوري الفرنسي وسلوجا البوسني ان شاء الله. المجموعه الثانيه برشلونه الاسباني وفي جودينا الصربي وزغرب الكرواتي وتسليه السلوفيني، دول المجموعه الثانيه النهارده
شايفين فرق من العيار التقيل، برشلونه كبطل اوروبا وزغرب يعني، وزغرب الكرواتي كمان، الكرواتي كمان طبعا من افضل من افضل الفرق. يعني قصدي اقول انه المجموعتين بشكل قوي جدا هيكون استعداد جيد. خليني اقول لحضراتكم نتائج مباريات امس، بس قبل ما اقول النتائج لازم اوضح شيء. امبارح كنا في قناه النادي الاهلي على هبه الاستعداد لنقل المباراه الاهلي ويرو فارم، ولكن اللجنه المنظمه للبطوله هي بتذيع مباراتين في اليوم فقط، يعني بتنقلها بالبث. احنا عشان نقدر ناخد البث فلازم الوحده التلفزيونيه في البوسنه تنقل المباراه الاول، وبعد كده بناخد احنا الاشاره او بناخد البث. ولكن امبارح تم تغيير اذاعه المباريات، وهم عندهم دايما اولويه، اكيد اكيد طبعا مباراه البطوله في اوروبا فيها الاولويه بعض الشيء للفرق الاوروبيه، سواء مونبلييه فرنسي، زغرب، برشلونه، بيكون الاولويه. فتم اخبارنا انه مباراه النادي الاهلي مش هتذاع، فعشان كده احنا ما نقلناش المباراه. ولكن خليني ارجع تاني نتائج امس. الاهلي كان بيلعب يورو فارم المقدوني، وانتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 34-23. النادي الاهلي ادى مباراه كبيره. مباراه مونبلييه الفرنسي وسلوجا البوسني 44-20. من النتائج هنا نقدر نستشف شيء، ان مباراه النهارده هي مباراه صداره المجموعه، اللي هيفوز النهارده هيتصدر المجموعه، ولكن مش هتفرق كتير. قابلت برشلونه، قابلت زغرب الكرواتي، الفرقتين هيكونوا جامدين. طيب نروح يعني نظره على المجموعه الثانيه ونتائجها. برشلونه الاسباني لعب فيجودينا الصربي وفاز 39 برشلونه، فيجودينا الصربي 39 برشلونه 29 الفريق الصربي. المباراه الثانيه كانت زغرب الكرواتي وتسلي السلوفيني، وانتهت المباراه بفوز زغرب الكرواتي 34 على الفريق السلوفيني. يعني هنا عندنا برشلونة أول وزغرب أول، وتبقى منهم مباراة تحدد برضو صدارة المجموعة مع برشلونة وزغرب الكرواتي. هتاخد أول، هتلعب هناك أول، هتلعب هناك رابع بتهيألي. الأول ده الأول هيلعب تاني، أول هيلعب أول على طول، هي أول وأول على الفاينل، على الفاينل، والتاني وتاني على التالت. صح صح صح، الله ينور حضرتك. الأول هيطلع على الفاينل على طول، والتاني هيلعب تالت يا كابتن في المجموعتين. صح بالظبط كده، ده نظام المجموعة. عذرا لانه طبعا المجموعه بتختلف او البطوله اختلفت نظامها السنه اللي فاتت لقوه الفرق المشاركه. خلينا ارجع لكابتن فوزي، قراءتك للمجموعتين يا كابتن. والله هو بص، انا عمال بشوف النتائج. طبعا انا النتيجه اللي انا مستغرب لها برشلونه الاسباني، برشلونه طبعا فرقه ثقيله جدا وقويه جدا، يعني هي بعيده يعني، اقدر اقول ان هي في كوكب ثاني. نعم. عن فرق الانديه العالميه. الفريق الصربي، صربيا تاريخها في كرة اليد الحقيقة قوي، ومن الفرق التقيلة جدا جدا جدا. عشان تخرج بفارق الأهداف ده يبقى طب حاجة من اتنين، يا اما برشلونة، يا اما برشلونة متوحش. وانا معاك في الرأي ده يا كابتن، واخد بال حضرتك، متوحش. يا اما الفرقة دي ما جهزتش كويس للبطولة ديت. ممكن. العلامة التانية اللي شدت انتباهي جدا زغرب الكرواتي والسلوفيني، السلوفيني قريبه النتيجه، النتيجه قريبه جدا. برضو على فكره سلوفينيا هاندبول بتاعها لسه كنت بتكلم مع كابتن ياسر قبل الاستوديو، بس هم في الباسكت بقول لهم انهم هاندبول راقي، عاملين زي الدنمارك كده. المهارات الفنيه العاليه والتحركات الكويسه والفيجن العالي جوه يعني مع زغرب الكرواتي اعتقد، وكرواتيا طبعا انا اسف في اللفظ اللي هقوله، هم مصيع كره اليد على مستوى العالم. يعني اللعيب اللي عارف بنقول عليه اللعيب الحريف، احنا بنقولها كده حورتاجي كده، حورتاجي. انا عايز اقول له الجمله بس خايف. لا مش مشكله، لا ما الجمله دي ما احنا بنقولها حتى في الكوره. فبالظبط، فهم لعيبه كرواتيا اللعيبه الحورتاجيه. كرواتيا متميزه قوي بالحته دي. نعم. حتى تلاقيهم ليهم شكل دفاعهم اللي هو 3-2-1 اللي هو معروف عالميا للدفاع. الشكل الدفاعي ما بيغيروش، وبيلعبوا بحافظينه وهم مغمضين. نعم. فغريبه قوي النتيجه انها تكون قريبه كده. هل الفرقه السلوفينيه فعلا قويه عشان كده هزت عرش زغرب الكرواتي، يمكن الماتشات اللي بعد كده، ولا زغرب الكرواتي اللي ما كانش مندي اهميه كبيره؟ واضح ان برشلونه في حته ثانيه، واللي هيتجنب برشلونه الحقيقه ده الوحش، ده الوحش لازم يعني نبعد عن وشه يعني. خلينا نشوف، خلينا نشوف ان شاء الله، ان شاء الله نقابله في الفاينل والكل مقام المقال. خلينا اقول لحضراتكم معلومه طريفه، ان المدير الفني لفريق مونبلييه الفرنسي يعني يقود الفريق ل 30 عام على التوالي، ودي الحقيقه حاجه يعني فيها باتريس كانيه المدير الفني لفريق مونبلييه.
يعني حصد 39 بطولة في 30 موسم، هو طبعا رقم كبير جدا، هو بيقود الفريق منذ عام 94. انتوا متخيلين يا جماعه الرقم؟ يعني دي حاجه طريفه يمكن ما شفناهاش، كابتن ياسر ما شفناهاش في اي رياضه اخرى، يعني مدير فني 30 سنه ما مسكش منتخب 30 سنه، يعني الله اكبر، يعني ما فيش سنه جلت ما مسكش منتخب، ده لعب في الدوري بس 30 ماتش في موسم، يعني ده الموسم ده الموسم. وخلي بال حضرتك برضو يعني ده مباراه الامس، يعني مباراه الامس زي ما قلناها لحضراتكم نتائجها تاني سريعا كده على الشاشه مع حضراتكم. الاهلي مع يورو فارم المقدوني 34، النادي الاهلي 23، الفريق المقدوني، مونبلييه الفرنسي 44، سولجا البوسني 20، برشلونه الاسباني في المجموعه الثانيه وفيجودينا الصربي 29، زغرب الكرواتي وتسليل سلفاني، فوز زغرب الكرواتي 34 والفريق السلفيني 31. يمكن يا كابتن خلينا نرجع للمعلومه، المدير الفني باتريس اللي قعد 30 سنه على التوالي حصد 39 لقب، يعني تقريبا ما فيش سنه جلت معاه ما فيش لقب. بالظبط كده. طب ده يدل عليه يا كابتن ياسر؟ على قوه المدرب، تطور المدرب نفسه كمان. ايوه حلوه التطور ده، تطور مع الزمن مع فرقه اجيال بتعدي عليه، ده موضوع صعب جدا ان هو يقعد كل الفتره ديت، والثقه اللي هو واخدها، نتيجة وقناعة المسؤولين عن النادي بإمكانياته والدليل النتائج اللي هو عاملها، يعني في خلال السنين اللي فات. خلينا نتكلم على حتى السنة الموسم اللي فات هو لعب حوالي تقريبا 30 ماتش، خسر أربع ماتشات، يعني فاز في 26 مباراة. بالظبط كان الفرق بينه وبين وطلع الثاني، كان فرق بينه وبين بطل اللي هو باريس سان جيرمان، صح؟ أيوه كان نقطتين باريس سان جيرمان مظبوط، الأول الدوري وكان فرق نقطتين بس، يعني تاني الدوري. يعني بس خليني أقول للسادة المشاهدين معلومة مهمة، إن الصالة اللي بتلعب عليها ليست في سراييفو العاصمة بتاعت البوسنة، ولكن صالة السوبر نوفا دي اسم الصالة، ومدينة دوبوي يعني ماشي، الاسم صعب شوية ولكن مش في العاصمة، ده اسم الصالة سوبر نوفا، والمدينة دي بوي يعني احنا جايبين الأسامي أو اسم الصالة من الملعب حالا، يعني حاولنا برضو نبقى للسادة المشاهدين لازم ندري حضراتكم المعلومة اللي مش هتلاقوها بره القناه. اسف يا كابتن على مقاطعه حضرتك، بس دي معلومه يعني كانت مهمه جدا، صاله سوبرنوفا ومدينه دبوي البوسنيه. اتفضل. خلينا نتكلم برضه ان هو لعب 30 مباراه وخسر 26، وان هو يطلع فرق نقطتين، ويلعب السنه دي دوري ابطال اوروبا، لا ده رايح في حته ثانيه خالص بفرقته، يعني فرقه هنتفرج عليها اكيد النهارده مع التغيرات اللي حصلت فيها. لا انا شايف ان الراجل ده بيطور فرقته وبيطور نفسه. طب كابتن، هل وجود مستر ديفيد ديفيز النهارده، انا شفت صوره بالمناسبه جايه من البطوله ان مستر ديفيد ديفيز بيدي محاضره لمدربين المشاركين في البطوله كلها؟ هو في ملحوظه انا عايز اقولها، ان خلال على هامش الدوره او البطوله ديت مش ممكن يكون في الكم الهائل من المدربين التقال ما يدوش للناس اللي موجوده في وركشوبس ورش عمل. بالظبط. فلازم ده على فكره بقى اصبح عرف تقريبا ماشي في بس العالم. بس الجميل ان مستر ديفيد ديفيس مدير فني النادي الاهلي النهارده ليه تقل اوروبي. اكيد وجوده مع النادي الاهلي وقيادته الفنيه اكيد مديالك تقل في اوروبا كله، ان الناس باصه للنادي الاهلي باصه ثانيه. وخليني بس اعلق عن حاجه ساده المشاهدين، النادي الاهلي هنا بيدي يعني مثل جيد للرياضه المصريه والانديه المصريه، النادي الاهلي ملتزم بكل عقوده والعهود اللي ما بينه وما بين المدربين الاجانب واللاعبين الاجانب، وكل الالتزامات الماديه وغير الماديه بتكون معاهم على اعلى مستوى. النهارده اسم النادي الاهلي اسم في حته ثانيه، والنهارده النادي الاهلي مع الكبار. فالنهارده لما مستر ديفيد ديفيز يبقى موجود، وعندك مستر اجوستي بوش في السله، وايضا المدير الفني الاسباني الجديد لكره الطائره، لما يكون الاسامي دي كلها موجوده في النادي الاهلي اكيد دي رساله للعالم كله، النادي الاهلي يعني نجمه ساطعه في مصر وايضا في افريقيا بل في العالم كله. معلش يا كابتن فوزي، كنت عايز اتوقف على النقطه دي لان دي نقطه مهمه جدا. لا هي اللي انت قلته كلام حقيقه، اصل الرياضه عامه هي منظومه، مش المدرب لوحده ولا اللاعب لوحده ولا الاداري لوحده ولا اداره النادي لوحدها ولا الدعم المادي، مش كله لازم يبقى شغال مع بعض، ما ينفعش حته وحته تقع منك. الرياضه اللي هي انا بتكلم عن الرياضه اللي هي المستويات العاليه. انت كنادي الاهلي النهارده وصلت انك انت بقيت في المستويات العاليه،
مصر منتخب مصر اصبح في المستويات العاليه. منتخب الشباب ربع العالم النهارده بصعوبه يعني، ما ينفعش انك تتعامل غير بكده. بس انا كان في حاجه عايز برضو معلومه اضيفها كده. نادي مونبلييه الفرنساوي على فكره لو تبص في التارجت بتاعه هو ما بيقعدش عنده لعيبه محترفه كتير. والحته واخده معاه جزء بيزنس شويه، لكن مع ذلك انا اعلم كويس او انت تعلم ان انا لو رحت كلاعب محترف في نادي والنادي ده ترتيبه الاخير، اللي هيجي ياخدني ياخدني بكام؟ فهمت قصدك كابتن، فهمت قصدك. ده كونسبت موجود في نادي مونبلييه الفرنسي، هو اللي بيعمل النجوم بالظبط، بيجيب اللعيب اللي هو شايف ان هو يقدر ان هو يصنع منه نجم، وفي موسم اتنين بيبقى جايبه بقيمه اقل، موسم اتنين بيبيعه باكتر. وخلي بال حضرتك في مانع انه يستغنى عن اي لعيب، عشان كده نقلت دودو كديو. هم رؤيته انا متوقع لدودو بعد كده النقطه الثانيه تكون، عشان كده قلت ارجو ان تكون في التارجت بتاعه. ولو هو التارجت بتاعه ده تارجت النادي هيحصل ان شاء الله. انا اسف بس حبيت اضيف المعلومه. لا انا عايز تعليق حضرتك على الكلام ده كابتن ياسر. هو طبعا هم بيبصوا كمان عشان خاطر هو داخل بطوله اوروبا، دي اعتقد برضو غير انها بيزنس، ان هو زي ما بيقول كابتن فوزي النهارده جبته بكام وهتسوقه بكام وهسوقه بكام. وهو وده مش غلط على فكره في عرف الرياضه. وفي نفس الوقت هو بيحافظ على مستواه في قلب الدوري، يعني هو النهارده ما يطلع تاني ده شيء كويس. تمام، بطلع من 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 نجم برضو الى اعلى في المستويات، زي ما قال كابتن فوزي الدوري الاسباني هيطلع، فلان هيطلع من هنا، التكلفه طبعا بتفرق. واعتقد ان ده مفهوم ناجح، واعتقد ان احنا برضو ماشيين في نفس الاتجاه. طيب خليني استعرض مع حضراتكم ابرز اللاعبين في فريق مونبلييه، يمكن ابرزهم على اطلاق اللاعب الارجنتيني ديبجو سيمونيه صانع الالعاب، وده هداف الفريق النهارده. هنشوفه لاعب مهم جدا، يكون الدفاعات عليه جيده، بيمتاز بالاختراقات، يعني ديبجو مفروض يكون عليه دفاع جيد جدا. طبعا من ابرز اللاعبين احمد هشام دودو كابتن فضلي وكابتن ياسر اتكلموا عليه، صفقه الانتقال اللي اتنقلت من نادي الاهلي لنادي مونبلييه. عندك كمان الظهير الايمن فالنتين بورت، ده الظهير الايمن في فريق مونبلييه الفرنسي. عندك كمان ريمي ديبوني حارس المرمى، واحد من افضل حراس المرمى في اوروبا. النهارده الفريق ده يعني بيمتلك اوراق كتيره، وطبعا باقي الفريق طبعا جيد جدا، ولكن احنا اتكلمنا عن ابرز خمس لاعبين او اربع لاعبين. تعليق حضرتك يا كابتن فضالي وكابتن ياسر، وافضل انواع الدفاع من وجهه نظر حضرتك النهارده على فريق عنده حلول كثيره. طيب اسمح لي الاول اتكلم عن الجزئيه الاولانيه. انت بتتكلم عن فرقه مونبلييه وبتقول ان في لعيب السنتر باك بتاعهم كذا، الباك رايت بتاعهم رايت باك كذا، ليفت باك كذا. الحقيقه ميزه فريق مونبلييه انه الجماعيه عنده عاليه جدا، فالنجم مش هتبقى عارف هتختاره بناء على ايه. نعم. الشكل الدفاعي بتاعه، تحويله الدفاع لهجوم سريع، ايوه، درجات تاثيره داخل التحركات او العمليات الهجوميه اللي مش هتبقى عارف، فهتلاقيهم كلهم في نفس اما التفنيط اللي حضرتك حطيته ده او اللي حضرتك قلته علينا، هو التفنيط اللي بيحسبوه ده عمل كذا اسيست كعمل مش عارف ايه، فده اعلى من ده. لكن جوه الجيم اللي هنعرفه عن فرقه او اللي هنشوفه في مباراه النهارده من فرجتي كتير على فرقه مونبلييه، وانا الحقيقه من هواتها يعني. ما واضح ان حضرتك متابعهم بشكل كويس. هم باريس سان جيرمان الحقيقه، انا الحقيقه كره اليد الفرنسيه بعتبرها لها فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا على تغيير شكل كرة اليد المصرية. ليه؟ في فترة طويلة جدا أو سابقة، ويمكن كابتن ياسر هيحضرني في الكلام ده، احنا عمرنا ما جالنا مدرب من فرنسا، لكن كان معظم احتكاكات منتخباتنا في فرنسا. في فرنسا نعم. اكتسبنا منهم كم معلومات، كانوا أكتر ناس بتستضيفنا. نعم. فكان تأثيرهم علينا الحقيقة كبير. عالي جدا كبير. كابتن أشرف عواد احترف في فرنسا، وأعتقد كان في حد تاني أنا مش قادر أتذكر. سامح عبد الوارث. وسامح عبد الوارث طبعا. أنا سامح عبد الوارث واحترافه في فرنسا كان ضجة كبيرة جدا. أنت بتتكلم على اسمين. سامح تقريبا قرب سني يعني، هو أكبر مني بشوية، فكانت ضجة كبيرة جدا انتقاله للدوري الفرنسي، كان ساعتها يعني قلنا يعني حاجة كانت كبيرة قوي.
فلما بتكلم عن اسمين في وقتهم من أتقل الأسماء الموجودة في مصر. طيب خلينا بسرعة كابتن قبل ما نروح للمباراة، كابتن ياسر أستأذنك نستعرض قائمة النادي الأهلي مع السادة المشاهدين عشان نستعرض كمان عودة بعض المصابين اللي هيشاركوا النهاردة. اتفضل يا كابتن ياسر. هو النهاردة التشكيل النهاردة في نبيل شريف، محسن رمضان، إسلام راضي. إسلام راضي من اللعيبة الناشئين، عبد الرحمن فيصل، عبد العزيز إيهاب اللي هو شهرته زيزو، محمود عبد العزيز اللي هو شهرته برضه جده، عبد الرحمن طه، احمد خيري، عمر سامي، ابراهيم المصري، محمد لاشين، محمد مجدي اللي هو جاي من سموحه، ياسر سيف، احمد هشام سيسه، احمد عادل، محمد ابراهيم، خالد عمر، كاستيلو. طيب عوده لاشين تفرق معانا يا كابتن؟ عوده لاشين تفرق معانا طبعا، ان هو كان بقاله فتره كان عامل صليبي. نعم. ورجوعه كابتن ديفيد برضو الثقه بيرجعها له تاني، واعتقد ان هو مش هيدخله الا لما يكون جاهز 100%، وده هيبقى ان شاء الله اضافه كويسه جدا واضافه جامده جدا. طيب مين شايفه ممكن يكون اضافه النهارده جديده؟ انا كنت اتمنى النهارده يبقى موجود احمد راضي طبعا، اصابه منعه بس هو عنده اصابه، اتمنى له الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى النهارده عندي نبيل شريف. نعم. ومحمد مجدي، احنا اول مره هنشوفهم من جوه صفوف النادي الاهلي، اعتقد ان دول هيبقوا مضافه كويسه من بعد مهاب طبعا احنا فقدناه طبعا ان هو احترف بره. عندي محمد نشيم برضه هيبقى اضافه. انا شايف فيصل النهارده هيبقى ليه دور كويس قوي ان شاء الله. وعندي برضه سيسا وزيزو من الونجين الكويسين. محسن رمضان طبعا هيبقى ليه دور جامد ان شاء الله، وهنتفرج ان شاء الله على مباراه كويسه ان شاء الله. باذن الله. طيب خليني اقول لحضراتكم ان ايوه شكرا، الاحماء ابتدى. المباراه السابقه لينا اللي هي كانت فيجودينا الصربي مع نادي تسلي السلوفيني خلصت بفوز الفريق الصربي 27 والفريق السلوفيني 24، كده بشكل كبير تحددت معالم المجموعه. هيبقى فيجودينا الصربي غالبا هيكون الثالث وتسلي السلوفيني الرابع، وبرشلونه الاسبانيا وزغرب هيتحدد اول وتاني في لقائهم ان شاء الله. مباراه النهارده هتحدد ايضا اول وتاني في مجموعه النادي الاهلي والنادي الاهلي وامبلي الفرنسي. خليني زي ما اقول لحضراتكم ان دي لقطات حيه من ارض الملعب لعمليات الاحماء استعدادا لانطلاق اللقاء. وخليني سريعا استعرض مع حضراتكم اسماء الجهاز الفني في النادي الاهلي. كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، محمد ابراهيم المدرب العام، الكرواتي فينو لوزيرت مدرب حراس المرمى. وبالمناسبة مدرب حراس المرمى فينيو لوزيرت هو أحد أبناء مونبلي الفرنسي، هو اشتغل في مونبلي الفرنسي فترة طويلة ويعلم جيدا السيستم والنظام في نادي مونبلي، وأكيد 100% اشتغل مع المدير الفني اللي بقاله 30 سنة الأسطورة باتريس كانيه، لأنه يعني طالما اشتغل في مونبلي آخر 30 سنة يعني يرجع ورا شوية 94 يبقى أكيد كان مستر باتريس كانيه موجود. طيب محمد ابراهيم المدرب العام والكرواتي فينو لوزيرت مدرب حراس المرمى، ودكتور عمرو يوري اخصائي العلاج الطبيعي، ده كان اسم الجهاز الفني. واكيد من هنا بنقدم تحيه كبيره للكابتن خالد العوضي المدير النشاط الرياضي، ابن من ابناء كره اليد الحقيقه بيبلي بلاء حسنا، ورجل يعني ما بيتاخرش يعني سنتي عن البحث عن الاكفأ والاحسن والاكفأ والاحسن ثم الاكفأ والاحسن لفرق النادي الاهلي. كل التحيه لكابتن خالد عوضي الزميل العزيز. يمكن كابتن ياسر خلاص يعني لحظات ان شاء الله او دقائق وتنطلق المباراه. بص الحضور الجماهيري انا بص كويس، كنت عايز اقول لك والله يا كابتن هيثم بص شوف بطوله وديه الجمهور شكله ايه، حضور غير عادي، بنكتسب خبرات دوليه، طرح كاس عالم زي ما بقول. نعم. لا حاجة تانية خالص، أتمنى أن احنا نكمل على هذا اللي احنا شايفينه بالأداء. يعني بص شوف حتى الصالة، بص الحضور بتاع الجماهير شكل صالة كبيرة، واضح اللي بتلعب عليها ماتشات برضو في بطولة أوروبا. لا واضح يعني هي واخدة شكل بطولة أوروبا، وكمان الجميل بقى أنها صالة يد بس. يعني حضرتك مش لاقي، أنا مش لاقي ملاعب، مش لاقي تخطيط اليد ولا سوري كرة السلة ولا تخطيط كرة الطائرة، واضح ان المدينة دي مدينة كرة يد يا كابتن. وخليني اقول لحضراتكم تاني اسم الصالة، اسم الصالة سوبر
سوبر نوفا ده اسم الصالة، والمدينة ديبوي المدينة في البوسنة والهرسك، بطولة كابتن فوزي. يعني الحقيقة أنا حاسس النهاردة بالفخر بأمانة، وأنا شايف النهاردة النادي يعني النادي الأهلي وهو وسط الكبار. النهاردة أنا في الاستوديو وورايا لوجو النادي الأهلي جنب مونبلي الفرنسي، إن شاء الله ممكن يومين ولا النادي الأهلي اللوجو بتاعه جنب برشلونة. احنا كان في كرة اليد كرة القدم روح، شوف النادي الأهلي كان بيلعب ريال مدريد، روح على كرة السلة. النهاردة النادي الأهلي هيلعب مع أبطال العالم. الحقيقة كل الفخر النهاردة، وأنا واحد يعني أنتمي لهذه المؤسسة، النادي الأهلي وسط الكبار وهذا قدره. النادي الأهلي اسم كبير قوي، بس ممكن احنا في مصر الناس مش حاسه بيه، لكن بامانه النادي الاهلي اسم كبير جدا. انت عينك النادي الاهلي يعني نقول ايه؟ حب يا كابتن. طبعا حب طبعا. اولا النادي الاهلي ده مش مجرد الرياضه بس، عشت في لغايه اخر النهار. كابتن فضلي كان في استوديو تحليل، يعني خلينا سمعنا، يعني كان حضرتك وحصل موقف يعني زعلك ليه؟ انا بصحه كابتن ياسر، انت كابتن هيثم جاي تقول لي ايه؟ ده بيتي، ده انا اقول هنا اللي يحصل ايه اللي ما بيحصلش ايه. انا حبيت ده برغم انه كان قناه هنا بره، ولكن عجبني يعني ان انت بتتكلم تكلم بحرقه كبيره جدا النادي الاهلي، ومع ذلك بل كلمه بتتقال على النادي الاهلي ما بقبلش. خناقه ممكن تحصل، خناقه ومشكله، طب ده انت في نادي كذا، يعني بدون ذكر اسماء. مش انت مش جوه النادي، نادي هيليوبوليس. انت مش جوه النادي الاهلي دلوقتي، نادي هيليوبوليس 10 سنين بالظبط، وعمر ما كان حد يجرؤ ان يقول كلمه قدامي عن النادي الاهلي. وكابتن ياسر نفس الكلام، كابتن ياسر انت سنين طويله متولي مسؤوليه وفي جهاز السيدات وكره اليد، وحطيت بصمه كبيره. النهارده انت بتشتغل في حته ثانيه، عشان كده انا قلت لك النادي الاهلي حاجه ثانيه، حاجه ثانيه خالص. رايك ايه يا كابتن ياسر؟ يعني هل الواحد لما بيبعد عن النادي الاهلي حبه بيقل النادي الاهلي؟ هل يعني لما بتبعد عن النادي، ولا لما بتبعد عن النادي الاهلي حبك بيزيد لهذا المكان؟ بيزيد، لان ما بستحملش كلمه عليه. انا النهارده ما حد يجي يقول لي بص شفت الفرقه، قصه الفرقه كسبت. لا 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 لا، حاجه ثانيه بجد، حاجه ثانيه ما حدش يحسها الا اللي اتربى في النادي. وشعورك ايه يا كابتن النهارده والنادي الاهلي في كل الالعاب وسط العظام؟ يعني النهارده النادي الاهلي مش بس يعني قدره انه يكون مع العظماء في كل الالعاب، ولكن النهارده النادي الاهلي مدي صوره للرياضه المصريه مشرفه. بالظبط، خلينا اقول يعني يا جماعه النادي الاهلي النهارده والله لا ابالغ عندما اقول النادي الاهلي هو يعني احد معالم مصر الجميله. ويكفي ان علم مصر، علم مصر حقيقة. مرفوع يا كابتن، علم مصر مرفوع في الصاله. انت ما بتبالغش، انت بتقول حقيقه. يعني احد العلامات البارزه لجمهوريه مصر العربيه النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده لما تلاقي كم من النجوم دي وعلم مصر موجود في صاله جنب علم اسبانيا وعلم فرنسا وعلم صربيا وعلم كرواتيا وعلم سلوفينيا مع الكبار، والنهارده بيحرصوا ان النادي الاهلي يكون موجود في هذه البطوله. النهارده يعني النادي الاهلي بيتعاقد مع اكبر المدربين اعلى الاسامي في وقت النادي الاهلي بيحقق النتائج دي ببادجت، اتصور ان البادجت دي مش موجوده في اي، يعني الانديه دي كلها البادجت اكبر من النادي الاهلي، ولكن اداره النادي الاهلي تختلف. خلينا اوضح حته، دايما تلاقي الفرق، احنا مثلا انت بتلعب ريال مدريد كوره، شوف ميزانيه ريال مدريد كام وميزانيه النادي الاهلي كام، ومع ذلك النادي الاهلي بالبادجت ده اداره النادي الاهلي بتجيد استغلال الموارد وبتجيد استغلال وانفاقها في الوجه الصح اللي يوصل النادي الاهلي شورت كات على البطولات دي. زي ما حضرتك قلت يا كابتن فضلي، انا اسف انا عايز تستطرد في دي شويه، زي ما حضرتك قلت المنظومه مش منظومه لعيبه بس، لا لا، ومش منظومه مدربين بس. النهارده انت وراك اداره بتحسن استغلال الموارد وبتنفقها، انا اسف اللي اقوله كمان، ما بتورطش النادي في امور تدخل النادي في حاجه تخلي النادي يتراجع، بالعكس النادي النهارده بياخد قرارات كلها صواب وكلها صح بتدفع النادي لقدام. فالنهارده المنظومه كامله حاجه تشرف. ما اسمعني اضيف حته صغيره برضه، اتفضل. طبعا يا كابتن مش لازم. النادي الاهلي النهارده في بطوله زي كده ابنائه مصريين. انت ما عندكش لعيب من دوله اخرى خالص. لا بقى انا هضيف حاجه،
ده انت في فرق بتلعبها زي مونبلييه النهارده واخد من عندك مصري. نعم. ايه كم الشرف اللي انت بتبقى فيه ده انك انت كمصر اولا وثانيا النادي الاهلي انت لا ده انت في الرياضه. عشان كده لما قلت لك النادي الاهلي في حته ثانيه هو فعلا في حته ثانيه. اسمحوا لي انا متحيز لناديه مع احترامي لكل الانديه الاخرى. حقنا يا كابتن معلش. مع احترامي لكل انديه مصر لكن ده النادي الاهلي انا اتربيت فيه وعشت جواه فانا عارف ابعاده فيها ايه بالظبط. نعم. عارف ايه العيوب اللي موجوده وعارف بتصلح ازاي وعارف ايه المميزات وعارف بنعليها ازاي. نادي مهما تبعد عنه انت عامل زي الاستك. نعم. طيب كابتن خلينا نستعرض تاني ونفكر الساده المشاهدين اللي ما شفناش من اول استوديو التحليلي باسامي المجموعتين النادي الاهلي يورو فارم المقدوني مونبلييه الفرنسي سلوجا البوسني ده المجموعه الاولى اللي بقى فيها النادي الاهلي. المجموعه الثانيه برشلونه الاسباني في جودينا الصربي زغرب الكرواتي تيسلي سولفاني. النهارده مباراتنا هتبقى على صداره المجموعه وهو وصفتها متصدر المجموعه يروح على الفاينل على طول وبعد كده الثاني والثالث هيقابلوا بعض كروسات من المجموعتين عشان يصعد منهم فرقتين يلعبوا على ماتشين قبل النهائي او يعني قبل النهائي على طول والرابع وهنا وهنا بيلعبوا على الرابع على السابع والثامن والخسران هيلعب يعني ترتيب المراكز. دي طبعا قائمه الفريق نبيل شريف رقم 2 محسن رمضان رقم 5 اسلام راضي رقم 9 عبد الرحمن فيصل رقم 10 عبد العزيز ايهاب زيزو رقم 11 محمود عبد العزيز جده رقم 15 عبد الرحمن طه رقم 16 احمد خيري 17 عمر سامي 19 صخره الدفاع المصريه ابراهيم المصري لاعب الفريق محمد لاشين رقم 55 محمد مجدي رقم 62 ياسر سيف رقم 72 احمد هشام سيسا رقم 79 احمد عادل رقم 80 محمد ابراهيم رقم 87 رقم 97 عمر خالد كاستيلو 98. دي قائمه النادي الاهلي اللي هتشارك في المباراه النهارده. اكيد يعني دعم كبير من اداره النادي الاهلي ومجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب. الحقيقه بيدعم الفرق الاخرى يعني بالظبط مثلما يدعم كره القدم. لا فرق النهارده كل الفرق الاخرى يعني بيتم دعمها بشكل كبير بدليل هذه البطوله الوديه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي لتاني مره. اذكر الساده المشاهدين هذا الفريق او فريق النادي الاهلي الحالي هو بطل البطوله السنه اللي فاتت. يعني ده طبعا فريق مونبلييه او قائمته زي ما قلت لحضراتكم اهم لاعب على الاطلاق هو ديجو سيمونيه صانع الالعاب الارجنتيني. ده افضل لاعب والهداف رقم 4 حضراتكم هنا رقم 4 ديجو سيمونيه هتفرجوا عليه النهارده لعيب جامد جدا. احمد هشام دودو موجود كمان في قائمه الفريق. ده المدير الفني لفريق مونبلييه اللي قعد الاسطوره قعد 30 سنه منذ عام 94 حتى الان. دي قائمه النادي الاهلي اللي احنا قلناها لحضراتكم وشعار النادي الاهلي يزين هذه البطوله زي ما حضراتكم شايفين. النادي الاهلي بيقوده احد افضل المدربين في اوروبا مستر ديفيد ديفيدز اللي وجوده اثرى هذه البطوله. والحقيقه بين تمام. طيب خلينا نروح يعني كمان ثواني خلاص بيتهيألي الفرقتين اصطفوا. خلينا نروح لارض الملعب عشان نتابع احداث الشوط الاول مباراه النادي الاهلي ومونبلييه في على صداره المجموعه الاولى ومعلقنا الكابتن عصام منيسي فائل هناك. عظيمة في كل مكان. نحييكم من داخل استوديوهاتنا بقناة الأهلي بالسادس من أكتوبر بمدينة الإنتاج الإعلامي لنقل أولى مباريات فريق النادي الأهلي لكرة اليد في خلال الموسم 2023-2024 في إطار استعداد الفريق
لمباريات وموسم متخم بالبطولات من بطولة دورة الأبطال الدولية من صالة سوبر نوفا مدينة ديبوي بالبوسنة. المباراة الثانية اللي بياخدها فريق النادي الأهلي في البطولة لعب الفريق امبارح مع فريق يورو فارم المقدوني، كسب النادي الأهلي 34-23. أقيمت اليوم قبل مباريات النادي الأهلي ثلاث مباريات، سلوجا البوسني ويورو فارم المقدوني، فاز سلوجا يورو فارم 39-24، برشلونة الأسباني وكرواتيا زغرب 31-25 لبرشلونة، فوجفودينا السربي وتسيلجي السلوفيني فاز فوجفودينا السربي 27-24. شارك فريق النادي الأهلي في معسكر إعداد في سلوفينيا، أقيم معسكر الإعداد من 5-13. شارك الفريق بمقدونيا مع كيركا السلوفيني والسلوفيني، ثم شارك في الأبطال الدولية اللي بيحمل لقبها النادي وبيشارك الموسم على التوالي. البطولات لاعبي النادي الأهلي ومديرهم الفني مستر ديفيد ديفيز بيمثل النادي الأهلي النهاردة نبيل شريف رقم 2، الوافد الجديد من نادي الشمس محسن رمضان، إسلام راضي، عبد الرحمن فيصل، عبد العزيز إيهاب زيزو، محمود عبد العزيز جدو، عبد الرحمن طه، أحمد خيري، عمر سامي، إبراهيم المصري، محمد لاشين، وعودة من إصابة بالرباط الصليبي، ألف سلامة يا لاشين، محمد مجدي الوافد الجديد على الفريق من نادي سموحة، ياسر سيف، أحمد هشام سيسا، أحمد عادل، محمد إبراهيم، عمر خالد كاستيلو. بدأت المباراة بهدف لمونبلييه الفرنسي، هجمة للنادي الأهلي، رمية حرة، أحمد خيري يمثل النادي الأهلي على أرض الملعب، عبد الرحمن طه في حراسة المرمى، أحمد خيري، لاشين، أحمد عادل على الدايرة، عبد الرحمن فيصل في الليفت باك، وعبد العزيز إيهاب ليفت وينج، فيصل ورمية 7 أمتار لعبد الرحمن فيصل، 1-0 لمونبلييه الفرنسي. في أول توقف هنقول لحضراتكم تشكيل مونبلييه الفرنسي، عمر سامي دحروب وهدف 1-1 هدف للنادي الأهلي. مونبلييه لوكاس بيلاس رقم 10، 4 دييغو سيموني الأرجنتيني، رقم 20 سكوبي من لعيبة سكوبي، اختراق الدايرة ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار للاعب الدايرة فيرون ناسينوفيتش لاعب مونبلييه الفرنسي. لوكاس بيلاس وعبد الرحمن طه وهدف لمونبلييه الفرنسي 2-1. لوكاس بيلاس، فيصل، احمد خيري سنتر باك، فيصل، رحمان فيصل، احمد خيري، ودفاع من مونبلييه، رحمان فيصل ومحاولة اختراق ورمية حرة، رمية حرة، أحمد عادل، عبد الرحمن فيصل،
لأحمد خيري وتقع من أحمد خيري. هجمة مرتدة، هجمة مرتدة، والهدف الثالث لوكاس بيلاس. 3-1 مونبلييه. لوكاس بيلاس، هجمة للنادي الأهلي. لاشين، أحمد خيري على الدايرة، ياخدها فيصل لاشين مرة تانية، وترجع الهجمة تاني مع النادي الأهلي. أحمد خيري، لاشين، ودفاع متقدم من مونبلييه، أحد الفرق الأوروبية القوية جدا. ورمية 7 أمتار عبد الرحمن فيصل. طاقم تحكيم من مقدونيا يقود اللقاء، جورجي ناشفيسكي وسلاف نيكولوف من مقدونيا. رمية 7 أمتار للنادي الأهلي. عمر سامي، عمر سامي، الهدف الثاني للنادي الأهلي. عمر سامي، جيرون، جيرون ناشينوفيتش، دييغو سيموني، سكوبي، سيموني، سكوبي ليه، فالنتين بورتي، اختراق ورمية 7 أمتار واستبعاد لمدة 2 لعبد الرحمن فيصل. استبعاد 2 لفيصل. هيلعب النادي الأهلي ناقص لعب لمدة 2، رمية 7 أمتار على التنفيذ. لوكاس بيلاس، لوكاس بيلاس وعبد الرحمن طه، عبد الرحمن طه، والهدف الرابع لمونبلييه الفرنسي. 4-2 لاشين، عمر سامي، خيري. بيلعب النادي الاهلي بدون حارس مرمى للنقص العددي. نبيل خيري، احمد خيري، اختراق من احمد خيري، ورميه حره، رميه حره. بيشارك لاول مره محمد مجدي الوافد الجديد من نادي سموحه مع النادي الاهلي. احمد خيري، واختراق من احمد خيري، وعمر سامي، رميه مرمى لمونبلييه. دييغو سيموني، سكوبي، سكوبي لا فالنتين بورتي، سكوبي لدييغو سيموني، اختراق للوينج رايت، سكوبي تاني، دييغو سيموني، واختراق من هدف، هدف لوكاس بيلاس، وينج ليفت، هدف من وينج ليفت لوكاس بيلاس، الهدف الخامس لمونبلييه الفرنسي. هجمة مع النادي الأهلي، عمر سامي، لاشين، لسه ما اكتملش النادي الأهلي. مجدي، مجدي مرة تانية للاشين، لمجدي، محاولة اختراق من مجدي وتسديد وتصدي من حارس المرمى، حارس المرمى ريمي ديبوني، ريمي ديبوي، أحسن حارس مرمى في أوروبا، الحارس الأول لمنتخب فرنسا. رمية حرة للنادي الأهلي، لاشين، وأحمد عادل على الدايرة، أحمد خيري، محاولة، خيري لمجد، وكامل النادي الأهلي بنزول عبد الرحمن فيصل، أحمد عادل على الدايرة، وسبع أمتار، رمية 7 أمتار للنادي الأهلي، واستبعاد لمدة 2 للاعب مونبلييه الفرنسي اللاعب جيرون ناشينوفيتش. 5-2 لصالح مونبلييه.
عمر سامي على التنفيذ، رمية سبع أمتار في مواجهة حارس المرمى العملاق ريمي ديبول، وهدف للنادي الأهلي عمر سامي، 3-3 عمر سامي. هجمة مع مونبلييه، والسنتر سنتر هاف سكوبي سكوبي، وشايفين احمد هشام سيسا طالع مان تو مان، ورميه سبع امتار على احمد خيري لصالح الخطير سكوبي. الفرنسي ونزل ابراهيم على مرمى النادي الاهلي مواجهه لوكاس بيلاس، احد اخطر اللاعبين في مونبلييه، وهدف 6-3 لصالح مونبلييه الفرنسي. عمر سامي لاشين لاحمد خيري، لاشين مره ثانيه لخيري، وينزل ياسر سيف لخيري للاشين، ودفاع من مونبلييه، دفاع متقدم من مونبلييه على الدايره اتقطع ويقطعها تاني ياسر سيف لخيري للاشين، واختراق من لاشين ورميه مرمى، رميه مرمى لمونبلييه الفرنسي. قبل بدايه البطوله شارك مستر ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الاهلي في محاضره فنيه لجميع مدربي البطوله بمشاركه كارلوس اورتيجا مدرب برشلونه. هجمه لمونبلييه، سكوبي لديجو سيموني، سكوبي مره ثانيه على الدايره لوكاس بيلاس، ورميت سبع امتار على ابراهيم المصري، صخره الدفاع الاهلاويه ابراهيم المصري. بيشارك في دوره الابطال الدوليه 8 فرق بتضم مجموعه النادي الاهلي يوروفارم المقدوني ومونبلييه الفرنسي وسلوجا البوسني. هدف لوكاس بيلاس من مونبلييه 7-3. المجموعه الثانيه بتضم برشلونه الاسباني، فوجودينا الصربي، وكرواتيا زغرب الكرواتي، وسي سلي السلوفيني. هجمه مع النادي الاهلي، لاشين فيصل لخيري، واحمد عادل على الدايره، ورميه حره ولا رميه سبع امتار، وفي عقوبه على احد لاعبي مونبلييه، ينتظر الحكم لما يقوم اللاعب. رميه سبع امتار للنادي الاهلي ولا رميه حره؟ زي ما حضراتكم شايفين لاعب دييجو سيموني، الف سلامه، بالجهاز الفني للنادي الاهلي كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، كابتن هاني النجدي مدير الفريق، مستر ديفيد ديفيز مدير فني، محمد ابراهيم مدرب العام، مستر فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى، كابتن محمد ابو زيد اداري الفريق، والدكتور عمرو يوري اخصائي العلاج الطبيعي. رميه حره للنادي الاهلي، احمد عادل، 7-3 لمونبلييه الفرنسي. خيري لاشين، خيري وتتعكس الكوره على النادي الاهلي، وهجمه مرتده، هجمه مرتده يقطعها لاشين، هجمه مرتده للنادي الاهلي، عبد الرحمن فيصل لسيسا،
السيسه يصبها حارس المرمى، حارس مرمى عملاق يا جماعه ريمي ديبو، وهدف لمونتيليه للاعب رقم 15 احمد هشام دودو المصري. المصري احمد هشام دودو احد المواهب المصريه في الدوري الفرنسي. يقطع الكوره فيصل لطه، عبد الرحمن طه لاشين لاحمد خيري، ويوقف الملعب حكم المباراه. بيمثل نادي مونبلييه النهارده مارتن نيلز، سيباستيان كريسو، دييغو سيموني، فيلمونت كيليا، أليكسيس بيرثير، لوكاس بيلاس، تشارلز بولنينجر، أحمد هشام دودو، جيمي فرنانديز، أرثر لين، سكوبي، كونان كاري، ماثيو كورني، دوبوي أدني، وبريان مونتي، وفالنتين بورتي الظهير الأيمن، وريمي ديبوي حارس المرمى، وفيرون ناشينوفيتس مدرب الفريق اللي بيقود الفريق من 30 سنة باتريس كانييه، أحد أعظم مدربين كرة اليد في أوروبا. هجمة مع النادي الأهلي ورمية حرة لأحمد خيري، 8-3 لصالح مونبلييه الفرنسي. المباراة الثانية في مجموعة النادي الأهلي، لعب النادي الأهلي بالأمس مع يوروفارم المقدوني وكسب الأهلي 34-23، ولعب مونبلييه بالأمس مع سلوجا البوسني وكسب 44-20. المباراة على صدارة المجموعة، النادي الأهلي بيدافع عن لقب البطولة اللي بيشارك فيها للعام الثاني على التوالي، بطولة دورة الأبطال الدولية الودية بمدينة ديبوي بالبوسنة والهرسك. رمية حرة للنادي الأهلي، ودي أحمد عادل، ودي حارس المرمى العملاق ريمي ديبوي أحسن حارس مرمى في أوروبا. ياشين، خيري، فيصل على الدايره لاحمد عادل، وهدف، هدف للنادي الاهلي 8-4 8-4. هجمه ل مونبلييه ورميه جزائيه على ابراهيم المصري، واستبعاد لمده دقيقتين لابراهيم المصري على سيباستيان كيلسو رايت وينج ل مونبلييه الفرنسي، وينج رايت، تدخل من ابراهيم المصري يستدعي استبعاد لمده دقيقتين. على التنفيذ لوكاس بيلاس، لوكاس بيلاس وطه، طه وهدف لمونبلييه 9-4 9-4. احتكاك قوي، احتكاك قوي جدا في بدايه فتره اعداد النادي الاهلي اللي بيستعد لموسم قوي جدا ومتخم بالبطولات. هيشارك الفريق على مدار الموسم في 7 بطولات دوري المحترفين، ماشيين دوري المحترفين وسوبر كلوب كاس العالم للأندية في السعودية، ماشيين رمية حرة للنادي الأهلي، والسوبر المصري اللي هيقام في 9 ديسمبر في صالة الفجيرة في الإمارات. ياسر وهدف، ياسر سيف، ياسر سيف على الدايرة، أسيست من لاشين لياسر سيف 9-5. هجمة مع مونبلييه، فلانتيس بورتي الظهير الأيمن، فلانتيس ل سكوبي على الدايرة، على الدايرة وسبع أمتار، بيلعب النادي الأهلي ناقص لعيب، رمية 7 أمتار للاعب مونبلييه رقم 93
فيرون ناشينوفيتش، لوكاس بيلاس، وهدف، هدف لوكاس بيلاس 10-5 لصالح مونبلييه الفرنسي. زي ما قلنا حضراتكم النادي الاهلي هيشارك في 7 بطولات على مدار الموسم، بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري اللي هتقام يوم 28 سبتمبر في الكونغو برازافيل، بيعقبها السوبر جلوب، كاس العالم للانديه، والسوبر المصري، ودوري المحترفين، و7 امتار للنادي الاهلي الياسر، واستبعاد للاعب مونبلييه الفرنسي رقم 28 رقم 2 رقم 2 سيباستيان كيرسو. هيشارك النادي الاهلي في كاس مصر، كاس الكؤوس الافريقيه، والسوبر الافريقي المؤهل للسوبر جلوب 2024. عمر سامي، وهدف لعمر سامي، برافو يا عمر، 10-6 لصالح مونبلييه الفرنسي. زي ما قلنا حضراتكم ان مجموعه النادي الاهلي في دوره الابطال الدوليه بتضم الاهلي و هجمه لمونبلييه، سكوبي على الدايره لفيرول، وبرافو يا طه، هجمه مرتده للنادي الاهلي، لاشين لخيري، خيري للاشين مره ثانيه، رميه جانب، رميه حره للنادي الاهلي، خيري، لا نبيل، خيري، نبيل شريف، محسن رمضان، احمد خيري، المحسن رمضان مره ثانيه، نبيل شريف، خيري على الدايره لياسر، تروح لحارس المرمى ريمي ديبوي، هجمه لمونبلييه الفرنسي، دودو زي ما احنا شايفين، احمد هشام دودو احد المواهب المصريه، بطل كاس العالم للناشئين، رفقه عبد الرحمن حميد حارس مرمى النادي الاهلي اللي بنتمنى له الشفاء من رباط الصليبي، بلوك من نبيل، وهجمه مرتده للنادي الاهلي، ياسر سيف، احمد خيري، خيري، اختراق من خيري لمحسن رمضان، محسن رمضان، ورميه حره لصالح النادي الاهلي، هيشارك النادي الاهلي في بطولة السوبر جلوب بالسعودية اللي هيشارك فيها النادي الاهلي بصفته بطل السوبر الافريقي، ماجدبورج الالماني بطل اوروبا، كيلسي البولندي وصيف بطل اوروبا، فوكس برلين بطل الدوري الاوروبي، برشلونة الاسباني اللي هيشارك بدعوة خاصة من الاتحاد الدولي، النجمة البحريني بطل اسيا، النور والخليج السعوديين بطل الدوري ووصيف الدوري السعودي، وسان فرانسيسكو بطل امريكا، سان فرناندو بطل امريكا الجنوبيه، تايجرز بطل استراليا. ويتبقى عقد المشاركين بالسوبر جلوب ببطل البطوله العربيه اللي بتقام بالسعوديه، احمد هشام دودو، هدف لمونبلييه، وهجمه للنادي الاهلي، رميه جانب 11-7، هجمة مرتدة سريعة، دودو، أحمد هشام دودو على الدايرة، ورمية 7 أمتار على نبيل شريف لصالح لاعب الدايرة الخطير فيرون ناشينوفيتش، لاعب مونبلييه الفرنسي، فريق مونبلييه الفرنسي هو تاني الدوري الفرنسي هذا الموسم، لاعب
لعب على مدار الموسم 30 مباراة، كسب 26 مباراة وخسر 4 مباريات. لوكاس بيلاس وعبد الرحمن طه، وهدف لوكاس بيلاس، متخصص في الرميات الجزائية لوكاس بيلاس. هجمة للنادي الأهلي، هجمة مع النادي الأهلي، عمر سامي دحروب من رايت النادي الأهلي، نفس رمضان في باك رايت، سنتر باك أحمد خيري، نبيل شريف في الباك ليفت، وعبد العزيز إيهاب في الوينج ليفت. نفس رمضان ورمية حرة للنادي الأهلي، ياسر سيف التنفيذ، ياسر سيف لمحسن رمضان، لأحمد خيري، محاولة اختراق من نبيل لخيري، خيري لياسر على الدايرة يصدها، حارس المرمى العملاق ريمي ديبول. هجمة لدودو وسبع أمتار على إبراهيم المصري، واستبعاد لمدة دقيقتين لمحسن رمضان. هيلعب النادي الأهلي ناقص لعب لمدة دقيقتين، استبعاد لمحسن رمضان، دفاع من جوه منطقة الستة، خرج عبد الرحمن طه ونزل محمد إبراهيم ميحة حارس المرمى. على التنفيذ لوكاس بيلاس المتخصص، أحد أقوى اللعيبة في أوروبا، وهدف 13-7 لمونبلييه الفرنسي. هجمة مع النادي الأهلي، يخرج حارس المرمى، مرمى الأهلي خالي لتعويض النقص العددي. الهجمة مع النادي الأهلي، نبيل محاولة اختراق على الدايرة، ياسر سيف على الدايرة، ياسر سيف ورمية حرة على كونان كاري لاعب مونبلييه وأليكسيس بيرفيه، دفاع مزدوج، رمية حرة لصالح النادي الأهلي، ياسر سيف لاعب الدايرة، مواليد 2000 أحد أبطال بطولة العالم للناشئين، أحمد خيري لاشين، نبيل شريف، واستبعاد لمدة دقيقتين، مفيش استبعاد رمية حرة على أرثر لي لاعب مونبلييه، وادي أمام حضراتكم باتريس كانييه الأسطورة اللي بيقود مونبلييه الفرنسي منذ 30 عام، ما سابش الفرقة، مدرب الفرقة من 30 سنة، أحد أقوى المدربين على مستوى أوروبا، بيقابله ديفيد ديفيز أحد أقوى المدربين على مستوى أوروبا ومستوى الدوري المصري. ياسر سيف وهدف، للنادي الأهلي، 14-8 لصالح النادي الأهلي. ياسر محمد سيف الدين في استبعاد دقيقتين، لأحد لاعبي مونبلييه الفرنسي، 13-8 سكوبي لدودو، هجمة لمونبلييه، دودو أحمد هشام، دودو ورمية مرمى، لصالح النادي الأهلي 13-8. نبيل لزيزو، عبد العزيز إيهاب، أحمد خيري سنتر باك للاشين لنبيل شريف، وتسديدة يصدها وفاست بريك، الهدف بره المرمى
مرمى الاهلي كان خالي لتعويض النقص العددي، ينزل عبد الرحمن طه، رمية مرمى لصالح النادي الاهلي، تسديدة كانت من نبيل شريف والهجمة مع النادي الاهلي، نبيل لخيري، خيري اختراق من خيري ورمية حرة لصالح النادي الاهلي، رمية حرة على أليكسيس بيرثييه لاعب مونبلييه وادي الجماهير البوسنية داخل صالة سوبر نوفا في مدينة ديبوي سيرفيسكا في البوسنة. ياسر سيف لأحمد خيري، أخص رمضان، نبيل شريف، محسن لخيري لمحسن رمضان، وتسديدة وتصدي من حارس المرمى يلمها على ريباون على عزيز إيهاب لمحسن رمضان لعمر سامي، عمر سامي بره المرمى، بره المرمى عمر سامي، هجمة مع مونبلييه الفرنسي اللي بيلعب ناقص لعيب، لم تكتمل صفوفه حتى الآن، اكتمل مونبلييه، هجمة أحمد هشام دودو، سكوبي مرة تانية، أحمد هشام في الرايت، أحمد هشام لسكوبي، لأحمد هشام اختراق الدايرة يجيبها عبد الرحمن طه، وهجمة مرتدة سريعة للنادي الأهلي، أحمد خيري ورمية حرة لصالح النادي الأهلي، ياسر سيف، نبيل شريف، عبد العزيز إيهاب، نبيل، وفي لعيبة بتشتكي من الكورة، يوقف حكم المباراة، وادي أمام حضراتكم محمد مجدي لاعب النادي الأهلي رقم 62 الوافد الجديد من سموحة، وادي مستر فينيو لوزرت، وينزل إسلام راضي في مركز سنتر باك، إسلام راضي مواليد 2002 هو الشقيق الأصغر للاعب النادي الأهلي أحمد راضي اللي كان معار لنادي سبورتنج وعاد لصفوف النادي الأهلي اللي بنتمنى له السلامة، الغايب للإصابة، وإسلام راضي تسديدة رمية جانب للنادي الأهلي، محسن رمضان، عمر سامي، محسن رمضان لإسلام، إسلام راضي لمحمد مجدي، راضي، محسن رمضان، مجدي وتسديدة يتصدى وفاست بريك، فاست بريك يقطعها عبد الرحمن طه، برافو يا طه، إسلام راضي لمجدي لإسلام مرة تانية، استنى إسلام يغير وتكتمل عشان يبدأ الهجمة، وشوف التكتيك اللي هيتلعب، إسلام لمحسن رمضان، إسلام راضي، محسن رمضان مرة تانية، محاولة اختراق من محسن، محمد مجدي لمحسن رمضان، وإشارة لعب سلبي على النادي الأهلي، وتسديدة من محسن رمضان بره المرمى، 13-8 لصالح مونبلييه الفرنسي، دودو للاعب الدايرة رقم 18 رقم 19 أرثر لي وسكوبي لعيب الخطير، رقم 2 سيباستيان كيريسون، دودو سكوبي لكيريسون، دودو مرة تانية وتسديد من دودو، هدف أحمد هشام السيد دودو، إسلام راضي، محسن رمضان، محمد مجدي، وإسلام راضي،
محسن لإسلام 14-8 لمونبيليه الفرنسي، اختراق من محسن رمضان لإسلام راضي لعبد العزيز إيهاب، وهدف عبد العزيز إيهاب عاشور زيزو 14-9 لصالح مونبيليه الفرنسي. دودو للاعب رقم 10 لوكاس بيلاس، وينج ليفت لسيباستيان كريسو، سكوبي سيباستيان سكوبي، دودو لكريسو، سكوبي لدودو لسكوبي، الدايرة اختراق من دودو ورمية حرة، رمية حرة على لاعب النادي الأهلي ياسر سيف، وتايم أوت يطلبه المدير الفني لمونبيليه باتريس كانييه. زي ما قلنا لحضراتكم، النادي الأهلي في المجموعة الأولى اللي بتضم يوروفارم المقدوني ومونبيليه الفرنسي وسلوجا البوسني. البطولة بيشارك فيها 8 فرق، وتعد من أقوى البطولات في إطار تحضير النادي الأهلي لفترة الإعداد لموسم قوي. سبق البطولة زي ما قلنا لحضراتكم معسكر إعداد في سلوفينيا لفترة من 5-13 أغسطس، لعب الفريق في سلوفينيا مباراتين ثم انتقل إلى مدينة ديبوي في البوسنة للمشاركة في دورة الأبطال الدولية الودية بمدينة ديبوي بالبوسنة والهرسك. المجموعة الثانية في الدورة بتضم برشلونة الأسباني وفوجفودينا الصربي وكرواتيا زغرب الكرواتي وتسلي السلوفيني. هجمة مع مونبيليه، هنشوف تايم اوت ايه اللي حصل. اتقطعت، ابراهيم المصري، اسلام راضي، محسن رمضان، اسلام راضي، فريق قوي فريق مونبيليه من اقوى الفرق في اوروبا، تاني الدوري الفرنسي، احتكاك قوي جدا للنادي الاهلي ورؤيه ثاقبه من مستر ديفيد ديفيز انه يشارك في معسكر في سلوفينيا ثم المشاركه في بطوله قويه في بدايه موسم. اسلام راضي تسديده خارج المرمى، هجمه لمونبيليه، دودو لسكوبي لسيباستيان كريسو، سكوبي لدودو وتسديده من دودو وتصدي من عبد الرحمن طه، هجمه للنادي الاهلي، اسلام راضي، اسلام راضي لنبيل لمحمد مجدي لمها ياسر سيف على الدايره وتصدي من حارس المرمى ريمي ديبول، حارس مرمى قوي. هجمه مع سكوبي، مونبيليه، دودو، احمد هشام دودو، سكوبي لسيباستيان كريسو، دودو واختراق من دودو، دفاع من صخره الدفاع المصري احد اقوى المدافعين على مستوى العالم ابراهيم المصري لاعب النادي الاهلي، كابتان النادي الاهلي هذا الموسم، سنه اولى كابتانه دودو، ودفاع من المصري قطعها عمر سامي، وهجمه مرتده عمر سامي وتصدي من حارس المرمى، تصدي من حارس المرمى ريمي ديبوي، ريمي ديبوي حارس مرمى عملاق. هيرجع النادي الاهلي من الدوره دي على بدايه دوري المحترفين اللي هيبدا في يوم 1/9 بمباراه الاهلي والزهور على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره الساعه 4 عصرا. كل التمنيات لحامل اللقب في موسم قوي وموسم متخم بالبطولات،
7 بطولات من اقوى البطولات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي على مدار الموسم. اعداد قوي، دوره الابطال، الوديه الدوليه ومعسكر سلوفينيا، هجمه مع مونبلييه، سكوبي لسيباستيان كريسو، لاحمد هشام السيد، دودو، هنقول دودو بقى، تتقطع، هجمه مرتده، اسلام راضي، مرمى مونبلييه كان خالي، تيجي في العارضه، هارد لاك يا اسلام، هارد لاك يا اسلام، هجمه مع مونبلييه الفرنسي، 14-9، احمد هشام، دودو، سكوبي لسيباستيان كريسو، لكونان كاري، سكوبي، دودو لسكوبي، ويشوت ورمي جانب، يشوت اللاعب ماثيو كورني، اللاعب رقم 28 فالنتين بورتي ظهير الايمن، تسديده ثانيه وبلوك من ابراهيم المصري، ابراهيم المصري رمي بجانب لمونبلييه، واختراق وتسديد واشاره لعب سلبي، اشاره لعب سلبي على مونبلييه الفرنسي، دفاع قوي من النادي الاهلي، يلا يا رجاله، وانتهى وقت الشوط الاول، و رمية حرة لصالح مونبلييه الفرنسي، تنتهي أحداث الشوط الأول، تسديدة وخارج المرمى، تنتهي أعزائي المشاهدين أحداث الشوط الأول، تقدم مونبلييه الفرنسي 14-8، ننتقل سريعا 14-9 عفوا، انتهى احداث الشوط الاول 14-9 زي ما حضراتكم شايفين، نعتذر وننتقل حضراتكم الى استوديوهاتنا والى الكابتن هيثم السعيد، شكرا. شكرا معلقنا كابتن عصام منيسي، اذا انتهت انتهت احداث الشوط الاول بتقدم مونبلييه الفرنسي 14-9 في مباراه. الحقيقه النادي الاهلي ادى في النص الثاني بشكل دفاعي جيد، كان النادي الاهلي يقدر يعادل النتيجه لولا عدم التوفيق في الهجوم. ارجع لضيوفي كابتن ياسر صلاح وكابتن فوزي فضالي. كابتن ياسر، راي حضرتك النهارده في الشوط الاول، خاصه ان احنا كان عندنا فرصه نقدر نعدل النتيجه بشكل افضل، ولكن دي في الاول والاخر مباراه وديه. طبعا احنا بنتكلم على فرقه ثاني دوري، فرقه ثقيله قوي، بتلعب هاندبول حديث جدا، سرعه غير يعني ما شفتهاش في حياتي، ناس بتدافع كويس قوي. انا شايف ان فرقه النادي الاهلي هيبقى خبرة عالية جدا ان هو ياخد المباراة ديت، لان عندك انت الفرقة اولا فرقة مونبلييه كلها بتلعب لعب جماعي، مفيش حاجة فردي خالص، كلها سرعات، شوف السنطرة بتشتغل في ثانية، بيبقى عند الجون هناك سرعة وفي تركيز، يعني هم بيشتغلوا سرعة وفي تركيز. احنا عندنا طبعا في بعض لعيبه كلها من جديد، زي وفي بعض لعيبه كانت مصابه وبدات تخش المباراه، يعني عندي نبي لاشين النهارده بدا بيه، عندي مجموعه فيصل خيري محمد عادل، احنا ماشيين مع المباراه في الفتره الاولانيه، يعني هنقول ان هي لسه بدايه مباراه تقيله زي ديت. الجزء الثاني من المباراه بدانا نخش فيه، الجزء الثاني من الشوط الاول، من الشوط الاولاني، نعم. بدانا نخش لما نزل ياسر سيف، دفع مره في ثلاثه ودفع مره في اثنين جنب مصري، بدا الدفاع يبقى ليه شكل، وبدانا ناخد بلوكات كتير،
احنا مضيعين حوالي 6 كور ورا بعض وهم نفس الكلام مضيعين حوالي 5 كور. ده ملخص الشوط الاول للساده المشاهدين اللي ما لحقش يعني يتفرج عليه معانا يقدر يتابع ملخص الشوط الاول. اتفضل يا كابتن ياسر. عندنا بس نقطتين لو هنتكلم فيهم اللي هو احنا دايما قافلين الملعب. اعتقد ان كابتن ديفيد ان بين الشوطين هيتكلم في الموضوع دوت. احنا نقدر نستفيد قوي من الونجين. كان لما دخل زيزو الكره الوحيده اللي وصلتها له جابها جون. عندي عمر سامي هو داخل من الوينج كورتين ما توفقوش وغير الفاست بريك. نعم اشكرك كابتن ياسر. كابتن فوزي شايف حضرتك طول المباراه بتكتب وعندك ارقام كتير محتاجين نعرفها. طيب اولا فرقه مونبلييه عملت 27 هجمه سجلت منهم 14 هدف يعني نسبه التسجيل من عدد الهجمات 51%. 14 على 7 عملت 51%. طيب من ال 51% دي طبعا دي نسبه ضعيفه جدا في التسجيل. اولا لما فرقه زي مونبلييه بالرغم من سرعتها انما واضح ان الراجل بيجرب حاجات محدده تمام. بدليل ان هو في اخر 4 5 دقائق لعب 7 على 6 هو ما كانش محتاج دي مش محتاجها خالص بس دفعنا عليها كويس. انما ده هي دي اللي صحت دفاعنا يعني دفاعنا قبل النقطه دي ما كانش موجود. نعم هم من ال 14 هدف اللي سجلوهم في 9 اهداف رميات جزاء. رميات جزاء مظبوط. طيب ده معناه ايه؟ بالنسبه لي انا معناه حاجه واحده ان هو بيلعب بيستهلك لو قسنا الزمن لو كان معانا ستوب ووتش وبنقيس زمن الهجمه ودي حاجه بقت جديده بتتقاس في الاتحاد الدولي دلوقتي. زمن الهجمه بتاعته هتلاقيها بتتعدى 28 29 ثانيه. انت زمن الهجمه بتاعتك ما بيتعداش 17 ثانيه 18 ثانيه. في تسرع شويه تسرع كتير تسرع كتير مع عدم تركيز في انهاء الهجمه في خاصه في الانهاء كور سهله انت عندك 3 أو 4 كور سهله كان لازم تسجل اهداف الحقيقه ضاعت. كم كوره تقريبا جموع 6 كور فعلا ورا بعض يا كابتن. انت في اخر كان كفيل يديك التعادل. انا عايز اقول ان في اخر 1 2 3 4 5 كور متتاليه لينا في نهايه الجيم الجون شايله بتضيع يا في العرض يا في الجون شايله بتضيع ما بتسجلش هدف بالرغم ان معظمها كور سهله منها فاست بريك منها الكوره بتاعت اسلام اللي حطها جت في العارضه. بس اقول لك على حاجه يا كابتن بامانه حتى واحنا بنجلي يعني عدم التوفيق في الانهاء الهجمه ده عادي بس شكل فرقتنا ند الند مع مونبلييه. هو انت مش خايف يعني انت بتلعب اسم كبير قوي الفرقه. انا قبل الحوار قلت لكم ان فرقه سريعه جدا بتلعب تيم ورك ما فيش نجم فيها وكنت حتى بتعدد الاسماء النجوم فنمر 4 اللعيب الارجنتيني واحمد الشام ده عمل ماتش حلو وجوده فين اخذ 10 دقائق وطلع وعزلناه في فتره من الفترات واخد بالك قد تكون الاصابه هي اللي منعته لكن ايقاع الفرقه بتاع مونبلييه ما اتغيرش السرعه ما اتغيرتش العمل لاعداد اللي هينهي الهجمه كويس لما يجيب 9 رميات جزاء هو ما جلوش ما فيش رميه واحده اتجلت 9 من 14 يعني سوري 14 هدف 9 منهم ضربات 9 منهم طيب يعني ايوه بس انا وما يجليش ولا واحده ده طبيعي او مش طبيعي يعني نقول ممكن كان واحده او 2 يتصدوا بس ده بيدل عليا يا كابتن برضه هل ده خلل تركيز عالي جدا لا هل ده خلل دفاعي ان انا تيجي طبعا انت بتتكلم بقى من البدايه هناخدها من البدايه يبقى بتحسب عليك في شوط واحد 9 رميات جزاء معنى كده ان في خلل ما في الشكل الدفاعي بتاعك. طب رميات الجزاء معظمها اتحسبت منين؟ معظمها من منطقه النص يبقى انا عندي في 3 في مشكله لازم تتحل لان من ال9 دول في 7 من المنتصف وكورتين من الاجناب فاذا انا عندي مشكله في دفاع ال3 اللي في النص بتوعي لازم تتحل عشان في الاواخر بدات تتحل لما بدا ياسر سيف ينزل فواضح ان هو احسن توافق ما بينه وما بين المصري افضل من فيصل النهارده فاصل شويه فمعلش اركنه ده امر طبيعي بيحدث في اي مباراه ده شكل طبيعي جدا. طب كابتن كام دقيقه كام دقيقتين يعني طرد عندنا تقريبا مرتين طرد دقيقتين وهم لا الحقيقه انا ما حسبتش ان الطرد قد ايه انما انما عندهم مش مؤثر انا شايف ان الطرد ما بقاش مؤثر دلوقتي
بدليل انهم لعبوا علينا سبعه مهاجمين في اخر يمكن اربع خمس دقايق سبعه على سته واحنا بندافع، فده هو نفس نقص عدد يعني. انت اللي صح دفاعك هي لعبهم سبعه على سته، ولا ده عمل دربكه لهجومهم يعني هم مش واخدين يهاجموا بسبعه؟ لا لا، هو اللعيب المصري متعود على لما يكون معاه واحد في لعيب زياده بيدافع، بيدافع اكتر بيبدا تركيزه يعلى، تركيزه يعلى. فقريتهم كانوا عملوا كده الحقيقه من البدايه. هو بيجرب اصل ده ماتش ودي، خلي بالك هو بيجرب على فكره. خد بالك ان هاندبول ماشيه كده يعني، بعد كده هيبقى شيء طبيعي جدا. احنا دلوقتي بنستخدم تبديل حارس المرمى في حاله الاستبعاد مده دقيقتين خلاص، عشان تخلي الهجوم سته ضد سته. انا متصور ان الهاند بول اللي جايه بعد كده في كل هجمه هتطلع حارس المرمى وهتلعب سبعه. ريسك عالي قوي كده، ريسك عالي، لان كل حاجه جالينا واحده النهارده طول الملعب، كل حاجه بالتدريب بتيجي. اصل انت لما الكره تترد عليك مفيش وقت تغير يعني، انت ما عندكش وقت ان حد يطلع ويخش وينزل حارس المرمى. طيب لو راح فاست بريك اروح فاست في الحاجات سريع. معلش في النقطه ديت بيبقى في تحركات محدده بتتعمل ومعروف يعني امتى مين اللي هيغير التايم يعني. ساي انا هجيبها كده بالبلدي عشان اللي مش متخصص قوي في الهاندبول يقدر يستوعب. لو اقول ان احنا هنعمل 10 تمريرات، رقم 10 هي اللي هتصوب، ففي التمريره رقم 8 بتلاقي في واحد بيجري بيطلع عشان الايه، ملوش دور بقى خلاص. انا قربتها طبعا عشان الناس العاديه اللي البسطاء تقدر تفهمها، ان مين ان في تحرك بيحصل هيروح يقابل التغيير قبل الهجمه وتغير. ويطلع عشان يلحق الجول. بس انا استفدت خلاص بالزياده العدديه وفضيت واحد. بالظبط بالظبط. ما الزياده العدديه بتعمل ايه؟ بتعمل تجميع للناس في منطقه وتنحي تاني وبتنقل الكوره للمكان التاني في النقله دي بقى واحد يخرج. بالظبط. فدي بالتدريب عليه. انا متوقع النهارده بول جايه بعد هتبقى كده. المونبلي عملها في وقت هو مش محتاج لها، مش محتاج لها خالص، انما واضح. ما انا قلت لك هو التارجت بتاعه دوري ابطال اوروبا. نجم المباراه مين يا كابتن ياسر حتى الان في الشوط الاول من الفرقتين مش من فرقه واحده؟ عندي سيف ياسر، انا فوجئت بيه بصراحه، حاجه هايله كنت بتكلم مع كابتن فوزي فيها. نجم المباراه مين يا كابتن ياسر؟ يعني ياسر سيف اتفق معاه تماما، ولا حارس مرمى؟ ولسه كنت بقول له ان لو ياسر. طب استاذنك يا كابتن معلش، خلاص ده لحظات وتنطلق احداث المباراه الشوط الثاني. خلينا نروح لارض الملعب وكابتن عصام منيس معلقنا القدير، اتفضل يا كابتن عصام. الرحيم، مرة تانية أعزائي المشاهدين، الشوط الثاني من مباراة الأهلي ومونبلييه الفرنسي، الفريق الأول لكرة اليد رجال ببطولة دورة الأبطال الدولية اللي بتقام بمدينة ديبوي بالبوسنة والهرسك. انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم مونبلييه الفرنسي 14-9 في تألق لحارس المرمى ريمي ديبوي حارس مرمى مونبلييه، اللي خرج وبدأ الشوط الثاني حارس المرمى تشارلز بولنينجر. هجمة مع مونبلييه، سيباستيان كريسو رقم 28 ونزل سكوبي، سكوبي لفالنتين، اختراق ورمية جانب لصالح النادي الأهلي، عبد الرحمن طه لأحمد خيري اللي نزل مرة تانية. شفنا أحمد خيري خرج آخر 10 دقايق. مستر ديفيد ديفيز بي لعب جميع اللاعبين وتصدي لعبد الرحمن طه، برافو يا طه. رمية مرمى للنادي الأهلي، عبد الرحمن طه، أحمد خيري، زي ما شفنا حضراتكم مستر ديفيد ديفيز. المباراة في إطار الاستعداد لموسم قوي بيحمل النادي الأهلي فيه اللقب في بطولة دوري المحترفين وكأس مصر والسوبر الأفريقي. هيشارك النادي الأهلي في 7 بطولات. تسديدة من عبد الرحمن فيصل، الهدف العاشر للنادي الأهلي، 14-10. هجمة على الدايرة، على الدايرة، رمية مرمى، دفاع من ياسر سيف،
ينزل احمد عادل ويخرج ياسر سيف. احمد عادل على الدايره لاشين العائد من اصابه، الف سلامه يا لاشين. فيصل خيري، اختراق من خيري وهدف، هدف 14-11 14-11. مباراة قوية على فترات من لاعبي النادي الأهلي دفاعيا وهجوميا. بدأنا الشوط الثاني سجلنا هدفين ومونبلييه لم يسدد، دفاع قوي من النادي الأهلي. إبراهيم المصري، فيصل، لاشين وعمر كاستيلو وسيسا وأحمد خيري في المرمى، عبد الرحمن طه، سكوبي لاعب مونبلييه لاعب رقم 20، هجمة مع مونبلييه، فالنتين بورتي ولاعب رقم 2 سيباستيان كريسون بره المرمى. 14-11 بتقرب المباراة. يلا يا لاشين لعادل وهدف 14-12 صحوة لاعبي النادي الأهلي، أكيد مستر ديفيد ديفيز تعليمات بين الشوطين. مباراة قوية على صدارة المجموعة، النادي الأهلي بيحمل لقب البطولة، ولكن البطولة هذا الموسم بتختلف عن الموسم السابق. ليفل تاني من الفرق، 8 فرق من أقوى 8 فرق على مستوى الأهلي طبعا، قارة أفريقيا، بطل أفريقيا. وادي الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اللي بيرافق الفريق، والكابتن هاني النجدي مدير الفريق، وكابتن محمد أبو زيد. كابتن خالد العوضي ما بيسيبش فرقة الهاندبول طوال الموسم، مجهود كبير، تسديدة وتصدي من عبد الرحمن طه، تطور كبير في مستوى فريق كرة اليد في النادي الأهلي على مدار الموسم الماضي، وإن شاء الله بينتظر الفريق موسم صعب، بينتظر جميع فرق ألعاب الصالات في النادي الأهلي موسم صعب بعد الإنجازات والبطولات اللي تتحققت على مدار الموسم الماضي. الوصول للقمة سهل ولكن الأصعب الحفاظ عليه. يقطع كاستيلو، يلا يلا يا كاستيلو، 14-13 بتقرب المباراة، أربع أهداف للنادي الأهلي مع بداية الشوط الثاني، بتقرب النتيجة ل 14-13. احلوت المباراة، فارق هدف لمونبلييه الفرنسي. المباراة مش بعيدة على الرغم من قوة مونبلييه الفرنسي وبداية فترة إعداد بالنسبة للنادي الأهلي وأيضا بالنسبة لمونبلييه الفرنسي. تايم أوت بيطلبه المدير الفني لمونبلييه الفرنسي باتريس كانييه عشان يتدارك تقدم النادي الأهلي والصحوة اللي بدأ بيها النادي الأهلي الشوط الثاني. 14-13 قربت المباراة. يلا يا رجالة، تايم أوت لمونبلييه الفرنسي. طبعا مش واضح التايم، الوقت الدقيقة كام، بتظهر النتيجة على الشاشة لكن ما بيظهرش الوقت، فات قد ايه من احداث الشوط الثاني. وادي احمد عادل على الدايرة، وادي الستيل من كاستيلو اللي قلص الفارق لهدف لصالح مونبلييه الفرنسي. احلوت يا جماعة المباراة، رمية حرة لصالح مونبلييه الفرنسي على التنفيذ، اللاعب رقم 93 فيرون ناشينوفيتش لاعب الدايره، لسكوبي، ل فالنتين بورتي، ورميه حره لفالنتين بورتي الظهير الايمن لمونبلييه. بورتي، سكوبي للاعب رقم 5
فيلمونت كيليان ورامية حرة، دفاع من عبد الرحمن فيصل وابراهيم المصري، دفاع قوي ابراهيم المصري يا جماعة كابتن النادي الاهلي هذا الموسم بعد رحيل المايسترو اسلام حسن. هجمة مع مونبلييه، سكوبي وعكس فاول عكسي، فاول عكسي لصالح النادي الاهلي، وهجمة مرتدة خيري، احمد خيري عاوز يعملها لوب من فوق حارس المرمى تشارلز بولنينجر الحارس المرمى الثاني، واستبعاد لمدة دقيقتين على احمد هشام سيسا لصالح سيباستيان كريسول، ورمية جزائية، الرمية الجزائية رقم 10 لصالح مونبلييه الفرنسي. تدخل من احمد هشام سيسا اللي تم استبعاده لمده دقيقتين، على التنفيذ لوكاس بيلاس اللي مسدد 9 من 9، لوكاس بيلاس وعبد الرحمن طه ويسجل، يسجل لوكاس بيلاس، لوكاس بيلاس ما بيضيعش رميات جزائيه، يسدد 10 من 10، 15-13 لصالح مونبلييه الفرنسي. احمد عادل على الدايره، عبد العزيز ايهاب، فيصل في الباك ليفت، احمد خيري سنتر، لاشين في الباك رايت، وعلى الدايره احمد عادل، احمد عادل وهدف، هدف احمد عادل 15-14، يخرج احمد عادل وبينزل ابراهيم المصري في الدفاع، وبينزل عمر خالد كاستيلو، بيلعب النادي الاهلي 5 لاعبين ناقص عددي، دفاع من النادي الاهلي، ولاعب رقم 7 اليكسيس بيرفيه، اليكسيس بيرفيه يحرز الهدف رقم 16 لصالح مونبلييه الفرنسي، 16-14 لاعب رايت وينج، لاعب مونبلييه، هجمه للنادي الاهلي في الهاف، فيصل لاشين في الرايت، خيري تبادل المراكز، احمد خيري اختراق من احمد خيري ورميه 7 امتار لصالح النادي الاهلي على كونان كاري، كونان كاري لاعب مونبلييه الفرنسي لصالح احمد خيري، على التسديد كاستيلو، خرج عمر سامي، كاستيلو رميه وتسجيل هدف، هدف كاستيلو، هدف من رميه جزائيه، 16-15 16-15 لصالح مونبلييه، واختراق من سكوبي خطير يا جماعه، سكوبي لاعب، سكوبي رقم 20 لاعب خطير، سنتر هاف، سنتر هاف من سلوفينيا، لاعب قوي جدا، اختراق ودفاع قوي، دفاع قوي من النادي الاهلي، لاشين وكاستيلو مع فيلمون كيليان، باك ليفت ل 28 فالنتين بورتي لسكوبي رقم 20، فالنتين سكوبي وتسديده خارج المرمى، خارج المرمى، 16-15 كومباك كويس جدا لصالح النادي الاهلي اللي احرز 6 اهداف منذ بداية الشوط الاول الثاني عفوا، لهدفين لصالح مونبلييه، 16-15 والهجمة مع النادي الاهلي، مباراة الثانية لفريق النادي الاهلي والفريق مونبلييه في المجموعة الأولى، وتسديدة ورمية حرة واستبعاد لمدة دقيقتين، استبعاد لمدة دقيقتين لفيرون ناشينوفيتش لاعب الدايرة، لاعب الدايرة لمونبلييه الفرنسي، رمية حرة لصالح النادي الأهلي، نستغل بقى النقص العددي يا جماعة،
نحاول نستغل النقص العددي لمونبلييه ونحرز التعادل. فيرون ناشينوفيتش، احمد خيري، ناشين، مستر ديفيد ديفيز بيدي وقت كتير للاشين عشان يرجع، وهدف احمد خيري، تعادل التعادل. نرجع لنقطة البداية و نقطة البداية من اول، تعادل 16-16. وادي احمد هشام سيسا، بنستغل النقص العددي لمونبلييه، مرمى مونبلييه خالي، مرمى مونبلييه خالي. أليكسس لسكوبي، سكوبي اختراق وتسديدة وهدف، هدف هدف سكوبي، سكوبي هجمة مع النادي الأهلي. أحمد خيري لسه ما كملش، لسه ما كملش. مونبلييه ينزل أحمد عادل على الدايرة ويخرج إبراهيم المصري. فيصل، فيصل لخيري، خيري مرة تانية ورمية حرة على كونان كاري، لاعب مونبلييه. فيصل وتسديدة صاروخية، فيصل تسديدة صاروخية، الباك ليفت، باك ليفت النادي الأهلي عبد الرحمن علي فيصل، تسديدة قوية ما يشوفهاش حارس المرمى تشارلز بولنينجر، حارس المرمى الثاني، حارسي المرمى لمونبلييه، هما الحارسين الأساسيين في منتخب فرنسا. رمية حرة، كونان كاري لسكوبي، سكوبي ومحاولة اختراق وهدف، هدف سكوبي، في ثغرة في الدفاع، ثغرة في الدفاع. يخرج ينزل دودو، يخرج سكوبي وينزل دودو ويكمل، يكمل مونبلييه الفرنسي بنزول اللاعب رقم 17 الوينج ليفت جيمي فرنانديز. احمد خيري لفيصل، احمد خيري مره ثانيه على الدايره لاحمد عادل وهدف تعادل. احلوه المباراه، احلوه المباراه، هدف وهدف. ندافع يا جماعه، ندافع يا رجاله، دودو ودفاع قوي من سيسا وهجمه مرتده للنادي الاهلي. احمد خيري، احمد خيري لسيسا لفيصل، يلا يا فيصل، يلا يا فيصل، تسديده من فيصل، اعتقد استبعاد لمده دقيقتين لأليكسيس تيرفييه لاعب مونبلييه الفرنسي اللي جذب فيصل من الخلف. برافو يا فيصل. أليكسيس تيرفييه زي ما حضراتكم شايفين بيأدي عبد الرحمن فيصل مباراة قوية. آدي المدير الفني الأسطوري باتريس كانييه اللي بيساعده ديفيد ديجور، بيلعب مونبلييه 42 دقيقة، 42 دقيقة و40 ثانية على بداية المباراة. يتبقى 18 دقيقة، 18 فرصة التقدم الأول للنادي الأهلي على مدار المباراة. لاشين إشارة لعب سلبي، أحمد خيري وحجز، فاول، فاول عكسي على احمد عادل، حجز على الدايره وهجمه مرتده، هجمه مرتده، جيمي فرنانديز يحرز الهدف رقم 19، الهدف رقم 19 لمونبلييه. دخلنا دقيقه 43 او 44 على الدايره، احمد عادل في العارضه، هارد لاك يا عادل، هارد لاك، فرص سهلة زي ما شفنا وزي ما سمعنا محللنا في الاستوديو الدكتور فوزي فضالي والكابتن ياسر صلاح مع الكابتن هيثم السعيد، ان احنا ضيعنا فرص سهلة في الشوط الاولاني، ده اللي عمل فرق الاهداف. هجمات سهلة من على الدايرة بتضيع، واختراق لمونبلييه والهدف، هدف اللاعب رقم 28 فالنتين بورتيز الظهير الايمن، 20-18، ما استغلناش النقص العددي
نرجع تاني، تقدم هدفين لصالح مونبلييه الفرنسي. احمد خيري، فيصل، لاشين، احمد خيري مره تانية واختراق وهدف، هدف هدف بصوره جماليه من ورا ظهر احمد خيري. برافو يا خيري، برافو يا خيري. 20-19 لصالح مونبلييه الفرنسي. مباراه صداره المجموعه في دوره الابطال الوديه الدوليه اللي بتقام في مدينه ديبوي بالبوسنه والهرسك، اللي بيحمل لقبها النادي الاهلي وبيشارك فيها للموسم الثاني على التوالي. طاقم تحكيم مقدوني بقياده جورجي ناشيفسكي وسلاف نيكولوف. ادي المدير الفني باتريس كانييه، باتريس كانييه. هجمه فيلمونت كيليان، تقع من دودو، ياخدها لاعب الدايره يتصدى دييغو سيموني الارجنتيني، اخطر لاعبي مونبلييه، يتصدى ليه عبد الرحمن طه. هجمه لاشين، لاشين ورميه سبع امتار، واستبعاد لمده دقيقتين، استبعاد لمده دقيقتين للاعب ارثر لي لاعب مونبلييه. ادي ارثر لي لاعب مونبلييه الفرنسي، استبعاد لمده دقيقتين ورميه سبع امتار. لاشين اللي بيديله وقت كتير مستر ديفيد ديفيز اللي مؤمن بامكانيات هذا اللاعب الناشئ مواليد 2001 الصاعد للدرجه الاولى العائد من اصابه في الرباط الصليبي على مدار الموسم الماضي. كاستيلو، عمر خالد كاستيلو على التنفيذ، رميه سبع امتار في مواجهه تشارلز بولينجر. وكاستيلو هدف، هدف كاستيلو، تعادل، تعادل 20-20. الاهلي ومونبلييه الفرنسي على صداره المجموعه. ادي مستر ديفيد ديفيز وتطور كبير في مستوى النادي الاهلي على مستوى الدفاع والهجوم في الشوط الثاني. شفنا لعيبه لعبت في الشوط الاولاني ولعيبه اشتركت في الشوط الثاني. هجمه سكوبي دودو لفيلمونت كيليان ل 28 فالنتين بورتي، ورميه جزائيه لاحمد هشام دودو، واستبعاد لمده دقيقتين لابراهيم المصري، الاستبعاد الثاني، الاستبعاد الثاني لابراهيم المصري خلال المباراه في حاله الحصول على الاستبعاد الثالث بعد النزول يتم استبعاد اللاعب خارج المباراه نهائيا. ابراهيم المصري من المدافعين المهمين في صفوف النادي الاهلي اللي بيصنف من احسن مدافعين على مستوى العالم. لوكاس بيلاس ورميه الرميه الجزاء، برافو يا محمد ابراهيم، برافو 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 محمد ابراهيم. ميحه يتصدى لرميه جزائيه للاعب لوكاس بيلاس اللي احرز 10 رميات جزائيه، والرميه رقم 11 بيتصدى ليها محمد ابراهيم حارس مرمى النادي الاهلي اللي بيلمها لوكاس بيلاس ويتصدى ليها مره اخرى محمد ابراهيم. 20-20 وفرصه التقدم الاول للنادي الاهلي. مباراه قويه يا جماعه، بتحلو المباراه في نهايتها. وصلنا على ما اعتقد للدقيقه 48 او 49 منذ دقائق، جات لنا الساعه من داخل. ياسر سيف ورميه مرمى، رميه مرمى لصالح مونبلييه، استلم الكوره من جوه الدايره ياسر سيف. يونان كاري، تاني فرصة للتقدم بنضيعها، تاني فرصة للتقدم على مدار المباراة، وده التعادل رقم 4. هجمة لصالح مونبلييه، دفاع من النادي الأهلي 6-0. اختراق من لوكاس بيلاس، اختراق من لوكاس بيلاس.
سكوبي عفوا سكوبي اللاعب رقم 20 سكوبي اختراق سنتر هاف السلوفيني يحرز الهدف رقم 21 لصالح مونبلييه الفرنسي احمد خيري لاشين احمد خيري واختراق دفاع من اللاعب رقم 19 ارسل لي اللي كان مستبعد لمده دقيقتين ولسه نازل كامل مونبلييه احمد خيري وهدف احمد خيري التعادل احمد خيري سنتره سريعه ومرمى الاهلي كان خالي لتعويض النقص العددي هدف لصالح مونبلييه الفرنسي 22 21 حاول عليها ياسر سيف هجمه للنادي الاهلي احمد خيري 22 21 مباراة صدارة المجموعة واللعب على النهائي يتبقى للنادي الأهلي مباراة هتقام غدا الساعة 4:30 عصرا مع سلوجا البوسني أول المجموعة هيلعب مع أول المجموعة الثانية على النهائي الأول والثاني ثاني المجموعة هيلعب ثاني المجموعة على الثالث والرابع الثالث هيلاعب الثالث على الخامس والسادس الرابع هيلاعب الرابع على السابع وبالثامن 22-21 لمونبلييه الفرنسي والهجمة مع مونبلييه الفرنسي عفوا فيلمونت كيليان لسكوبي الخطير سنتر باك مخضرة ما بيخرجش إلا في أوقات قليلة جدا دودو على الدايرة عبد الرحمن طه وفرصة للتعادل ينزل أحمد خيري ويخرج إبراهيم المصري ياسر سيف على الدايرة عبد الرحمن فيصل في الباك ليف ولاشين يوقف حكم المباراة المقدوني سلاف نيكولوف المباراة ادي الجماهير البوسنيه 49 دقيقة واربع ثواني يتبقى على نهايه المباراه 10 دقائق و56 ثانية محتار باتريس كانييه النادي الاهلي على الرغم من ان المباراه في بطولة ودية وفي بداية فترة الإعداد بيأدي لاعبي النادي الأهلي مستوى طيب جدا أحمد خيري ورامية حرة رامية حرة أحمد خيري ياسر سيف على الدايرة عبد الرحمن فيصل يقطع أحمد هشام سيسا على الدايرة لأحمد خيري لسيسا يقطعها أحمد هشام السيد دودو المحترف المصري في صفوف مونبلييه الفرنسي رمية حرة حارس المرمى تشارلز بولمينجر 22-21 50 دقيقة على بداية المباراة 10 دقائق على نهاية المباراة 22-21 لصالح مونبلييه الفرنسي اليوم الثالث لبطولة دورة الأبطال بمدينة ديبول بالبوسنة صالة سوبر نوفا هجمة مع مونبلييه فيلمونت كيليان لسكوبي فيلمونت كيليان باكرايت لأحمد هشام السيد دودو على الدايرة للاعب رقم 19 أرثر ليه الهدف رقم 23 ينزل إسلام راضي في مركز سنتر باك فيصل يقطع سيسا يحجز ياسر سيف اختراق من لاشين اسلام راضي للاشين مره ثانيه اسلام للاشين ياسر سيف اشاره لعب سلبي
فيصل ورمية جانب لصالح النادي الأهلي. بلوك من اللاعب كونان كاري لاعب مونبلييه. كاستيلو اسلام راضي نزل لاعب النادي الأهلي رقم 62 محمد مجدي الوافد من سموحة إحدى صفقات الفريق خلال هذا الموسم في الميركاتو الصيفي هو ونبيل شريف القادم من نادي الشمس اللاعب مواليد 2001. يتبقى باصة واحدة إشارة من الحكم مجدي ورمية حرة ثانية إشارة لعب سلبي أربع باصات بس في اللعب السلبي وتسديدة وهدف هدف من محمد مجدي كرة صاروخية من محمد مجدي في نهاية آخر باصة في اللعب السلبي 23-22 لصالح مونبلييه الفرنسي. دخلنا في 52 أو 53 دقيقة على نهاية المباراة 23-22 لصالح مونبلييه الفرنسي. سكوبي لفالنتين بورتي أحمد هشام رمية حرة أدي المصري أحد المواهب أحمد هشام دودو وأدي الكابتن ياسر لبيب والكابتن هاني الناجدي مدير الفريق والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اللي بيرافق فريق كرة اليد في رحلة البوسنة وأدي تعليمات من ديفيد ديفيز ومحمد إبراهيم المدرب العام. على الناحية الثانية على الجانب الآخر مستر باتريس كانييه وتدوين لملاحظاته. سكوبي اللاعب الخطير لفالنتين بورتي رمية حرة لصالح دودو التنفيذ اللاعب رقم 19 أرثر لي اختراق ورمية سبع أمتار لصالح أحمد هشام السيد دودو على لاشين لاعب النادي الأهلي. باك رايت تدخل عنيف يستدعي استبعاد لمدة دقيقتين للاشين. هيلعب النادي الأهلي محمد الرسول ناقص لاعب لمدة دقيقتين استبعاد لاشين. وادي أحمد هشام السيد دودو رمية حرة يخرج محمد مجدي وينزل محسن رمضان في الدفاع رمية حرة دودو سكوبي لفالنتين لسكوبي أحمد هشام دودو سكوبي مرة تانية فالنتين على الدايرة للاعب أرثر لي لاعب الدايرة سكوبي دودو إشارة لعب سلبي أربع باصات فقط اختراق ورمية سبع أمتار لفالنتين بورتي الظهير الأيمن لمونبلييه لاعب خطير على التنفيذ أكيد اللاعب لوكاس بيلاس اللي تصدى له محمد إبراهيم وادي محمد إبراهيم ميحة يخرج عبد الرحمن طه. يلا يا محمد 52 دقيقة 55 ثانية يتبقى 7 دقائق و5 ثواني على نهاية المباراة. زي ما قلنا لوكاس اللاعب رقم 17 غير الراجل بعد ما اتصد منه خلى جيمي فرنانديز هو اللي اتصدى يحرز جيمي فرنانديز اللاعب الوينج ليف الهدف رقم 24. 54 دقيقة يتبقى 6 دقائق على نهاية المباراة 24-22 ينزل
في الهجوم محمد مجدي لاعب النادي الاهلي، محسن رمضان، احمد خيري، تسديده ورامي جانب، بلوك من اللاعب رقم 22 كونان كاري. كونان رامي جانب، كاستيلو محسن رمضان، احمد مصطفى خيري، محمد مجدي ادي بيشاور على التكتيك، احمد خيري، محسن رمضان، ودفاع من القوي كونان كاري، رمية حرة، ياسر سيف، احمد خيري، محسن رمضان يقطع على الدايرة، كاستيلو وياسر سيف، اشارة لعب سلبي ياسر، تتقطع من احمد خيري من اللاعب ارثر لي، مباراة قوية بيقضيها لاعب النادي الاهلي، مباراة قوية ايضا بيقضيها فريق مونبلييه الفرنسي تاني الدوري الفرنسي اللي هيلعب. وادي هجمة والهدف رقم 25، الهدف رقم 25 أليكسيس بورفيه لاعب مونبلييه 25-22. هيلعب مونبلييه في دوري أبطال أوروبا في مجموعة نارية بتضم ماجدبورغ الألماني حامل اللقب، وفيسبريم المجري، وبرشلونة الأسباني، وجوج الدنماركي، وفيسلا بلوك البولندي، وبورتو البرتغالي، وتيسلي السلوفيني. تيسلي السلوفيني تغلب عليه النادي الأهلي. هجمة مع النادي الأهلي، محسن رمضان، أدي الأسباني ديفيد ديفيز أحد أقوى المدربين على مستوى أوروبا وعلى مستوى أفريقيا، مدرب منتخب مصر السابق. مجدي، محمد مجدي، محسن رمضان، أحمد خيري، اختراق من احمد خيري، ودفاع من القوي كونان كاري لاعب مونبلييه الاسمر. كونان كاري يشارك لعب سلبي على النادي الاهلي، احمد خيري محاوله اختراق، ودفاع من كونان 25-22. محمد مجدي شارك لعب سلبي، تسديده من احمد مجدي، وتصدي من العملاق ريمي ديبوي حارس المرمى العملاق، حارس من احسن حراس المرمى في اوروبا اللي بينزل مره ثانيه بيشاركه باتريس كانييه اخر 6 دقائق او 5 دقائق من احداث المباراه، ريحه على مدار الشوط الثاني بالكامل، واشرف تشارلز كولدينجر حارسي مرمى على مستوى عالي، احمد هشام، السيد سكوبي احمد هشام، وتصدي من عبد الرحمن طه. مجدي، هجمه للنادي الاهلي في محاوله تضييق الفارق 25-22. محسن رمضان، اختراق وتسديده وهدف من محسن رمضان 25-23 لصالح مونبلييه الفرنسي. تايم اوت، وقف حكم المباراة المقدوني جورجي ناشفيسكي المباراة. لسلامة اللاعبين، توقف المباراة لسلامة اللاعبين، في مية على أرضية الملعب تمثل خطورة على اللاعبين. هجمة سكوبي مونبلييه،
بيلمونت كيليان لارثر لي لسكوبي ودودو لسكوبي مره ثانيه لبيلمونت كيليان لوينج رايت وفاول عكسي لوينج رايت فالنتين فورتي هجمه للنادي الاهلي 25-23 محسن رمضان محمد مجدي وهدف 25-24 ينزل الفارق من 3 أهداف لهدف. يلا يا رجالة مباراة قوية مع تاني الدوري الفرنسي بطل أوروبا مرتين 28 دقيقة 15 ثانية فرق هدف مش بعيدة المباراة لسه المباراة فيها. سكوبي مدافع ادي كاستيلو خارج مان تو مان سكوبي وتايم اوت يطلبوا المدير الفني لمونبلييه الفرنسي مستر باتريس كانييه هجمه مهمه فرق هدف لصالح مونبلييه الفرنسي مباراه قويه بيأديها لاعبي النادي الاهلي دفاعا وهجوما وخاصة في احداث الشوط الثاني ما ضيعناش كتير الشوط الثاني فرص سهلة كورة من على الدايرة وتسديدة الشوط الاولاني ضيعنا اكتر من هجمة واكتر من انفراد وده اللي عمل فارق الاهداف في الشوط الاولاني اللي انتهى لصالح مونبلييه 14-9 قدر النادي الاهلي مع بدايه الشوط الثاني وفي وجود صحوه من لاعبي النادي الاهلي في الدفاع والهجوم ان احنا نتعادل اكتر من مره مع مونبلييه الفرنسي. تايم اوت يطلبوا باتريس كانييه المدير الفني ل مونبلييه الفرنسي هجمه مهمه جدا لمونبلييه وهجمه مهمه جدا للاعبي النادي الاهلي مدافع يا رجاله المباراه مش بعيده. سكوبي الخطير لدودو فالنتين بورتي لدودو دفاع بورتي لدودو دفاع قوي من النادي الاهلي 6-0 سكوبي وتوقف للمباراة مية على أرضية الملعب وقف التايم عايزين نشوف التايم يا جماعة كام 25-24 مباراة ليست بالبعيدة ادي إبراهيم المصري جنبه محمد مجدي وادي تعليمات من مستر ديفيد ديفيز ومحمد إبراهيم مدير الفني المدرب العام رمية حرة لصالح فالنتين فورتي الظهير الأيمن إشارة لعب سلبي على مونبلييه الفرنسي أرثر لي التنفيذ لفورتي ودودو تسديدة لدودو بره تيجي في العارضة وتطلع بره يلا يا طه يلا يا رجالة 25-24 أحمد خيري يخرج محسن رمضان محمد مجدي في الملعب محسن رمضان يرجع تاني في الهاف أحمد خيري كاستيلو في الوينج رايت وسيسا في الوينج ليف محمد مجدي وتسديدة وتعادل التعادل محمد مجدي صاروخيه 25-25 17 ثانيه على نهايه المباراه احمد هشام السيد دودو ندافع يا رجاله دودو دفاع على الدايره ودفاع قوي من ياسر يقف التايم اللاعب رقم 19 ارسل لين عايزين نشوف التايم يا جماعه اقل من 10 ثواني
لين لسكوبي لدودو، دودو تسديده من دودو وبلوك، بلوك من الصخره ابراهيم المصري يروح عليها ياسر سيف، تنتهي المباراه بالتعادل. مباراه قويه من النادي الاهلي ومونبلييه. تحيه للمدير الفني ديفيد ديفيد اللي حول دفه المباراه في الشوط الثاني من تاخر فريق النادي الاهلي من 5 أهداف لنهايه المباراه بالتعادل، وكانت مباراه قريبه. النادي الاهلي بيلعب مع عمالقه اوروبا في دوره الابطال بالبوسنه، مباراه قويه جدا في اطار استعدادات النادي الاهلي لموسم قوي متخم بالبطولات. هيشارك النادي الاهلي فيه في 7 بطولات. ننتظر حضراتكم غدا ان شاء الله في المباراه الاخيره للنادي الاهلي مع سلوجا البوسني. شكرا اعزائي المشاهدين، ونتمنى ان نلتقي مع حضراتكم مره اخرى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معلق لكابتن عصام منيسي. اذا انتهت المباراة بالتعادل، تعادل النادي الاهلي مع مونبلييه الفرنسي ثاني الدوري الفرنسي 25-25 في مباراة. الحقيقة الشوط الثاني النادي الاهلي شهد تفوق كاسح للنادي الاهلي، استطاع انه يفوز في 5 أو فرق 5 في الشوط الثاني، عوض تاخره فرق 5 في الشوط الاول. انتهى المباراه بالتعادل. النادي الاهلي ادى مباراه كبيره خاصه في الشوط الثاني. نادي مونبلييه غير كثيرا في دفاعاته عشان يوقف النادي الاهلي، ولكن الحقيقه النهارده يعني هنروح على سكور افريج نشوف مين الاول ومين الثاني، ولكن يكفي النادي الاهلي النهارده انه في مباراه وديه بيجرب الجميع، استطاع انه يتعادل مع مونبلييه. خلينا ارجع لضيوفي كابتن فوزي فضالي، كابتن ياسر صلاح. كابتن فوزي، بتهيألي شوط ثاني يعني احنا راضيين عنه بشكل كبير، احب اسمع رايك. لا هو احنا سعداء بيه. الاهلي عامل كامباك كويس جدا. بدا بشخصيه النادي الاهلي بدليل انك انت 1 2 3 4 5 6 هجمات الاولى ب6 جوان، وده اللي عمل الكامباك اول 5 دقائق. في المقابل الست هجمات الاولى عند مونبلييه ولا جون، وحطوا الهدف بعد 5 6 دقائق من الشوط الاول تاني اول هدف. دي فرقت كتير جدا جدا جدا. دفاع الاهلي بقى اقوى، بدا يقفل المسافات كويس قوي. لسه كنت بتكلم مع كابتن ياسر بقول التغطيه اللي بيغطي على ثلاثات اللي هم الاثنين اللي في النص اثنينات، ففي اوقات كتيره بيبقوا لازم الاثنين بتوع ثلاثات يقابلوا واحد. طب الدايره هيروح لمين؟ نعم، هيروح لرقم 2. فسرعه التغطيه ما بين 2 لـ3 هي اللي كانت ضعيفه عندنا شويه في الشوط الاولاني، عشان كده ده يديك العلامه ليه حصلت رميات جزاء كتير عليك، 9 رميات جزاء. طب خلينا يا كابتن نحسب كده سكور افريج. النادي الاهلي لاعب يورو فارم المقدوني وفاز فرق 12 هدف، يبقى كده النادي الاهلي ليه بلس 12. نحسب مع بعض كده ماشي. ونادي مونبلييه الفرنسي كسب سلوجا البوسني بفرق 22 هدف 44-22، يعني ليه بلس 22، صح كده يا كابتن؟ مظبوط. فهنا الحقيقه نادي مونبلييه داخل فارق عن النادي الاهلي 10 بوينت 10 تجوان، بس انت هتلعب الفرقه الاضعف، فانت هنا مطالب ان انت تكسب اكتر من فرق 10 فرق، فلا اكتر من فرق 20 غير اللي هو هيكسبه. هو النتيجه يمكن فرق برضو. انت عايز سلوجا البوسني؟ لا، بس ارجع اقول لك يا كابتن، انت ممكن تكسب سلوجا فرق 30 عادي، لان واضح ان سلوجا البوسني ضعيف. فهنا لا، هنا انت فرصك احسن. ليه؟ انت هتلعب الفرقه الاضعف. هو بص، الاهم من كده هو احتكاك متميز للنادي الاهلي. بغض النظر انت كسبت 30 ولا 40 وانت اللي بتلعب في النهائي للبطوله، انت وقفت قدام مونبلييه وهي من الفرق القويه على اوروبا كلها. اوروبا كلها مش فرنسا بس، ونقول تاني الدوري الفرنسي، لا ده انت بتتكلم على فرقه هي في الشامبيونز ليج بتنطح الناس كلها. فلما انت تقف قدامها، معلش مع احترامي طبعا، احنا المجموعه بتاعتنا مجموعه شباب صغيره على فكره. انت المصري هو اكبر لعيب عندك في الفرقه والباقي كله صغير، صح يا كابتن ياسر؟ 2002 و98 بالظبط، 2001. فانا بقول في بدايه كلامي لو تفتكر في الاول حدثنا قلت ايه، احنا بنحط رجلينا على الخط الصح اللي بنشتغل عليه
عشان نعمل فرقه تقعد 10 سنين تكسب. كابتن ياسر رايك ايه في الشوط الثاني، وهل انت سعيد زي وزي كابتن فضالي باداء النادي الاهلي، خاصه النادي الاهلي لما يعمل كامباك بفرق 5 اهداف ويرجع لمونبلي؟ يبقى اذا احنا عندنا شخصيه، النادي الاهلي فرقه دلوقتي، بقى فرقه ليها شخصيه، شايف ده يا كابتن؟ اكيد الشوط الثاني النادي الاهلي اختلف تماما، اكيد حصل كلام من كابتن ديفيد. طب الكلام كافي عشان تعمل كامباك ولا الكلام والتنفيذ في الملعب؟ الكلام طبعا والتنفيذ ده شيء لابد منه يعني. طب شايف ايه اللي اختلف؟ ايه يعني حضرتك لو تخيلنا كده ايه اللي اتقال في اوضه اللبس؟ التركيز طبعا في الشوط، الدفاع الاول كان من اول دقيقه احنا بندافع بشراسه، وده ما كانش موجود في الشوط الاولاني. التغطيه ازاي، زي ما كابتن فوزي بيقول لك ان رقم 2 بيضم على 3 عشان نقدر نقفل. اسمح لي اقطعك في حاجه، اتفضل يا كابتن. الشوط الاولاني احنا شايطين 26 تصويبه جايبين 9 اهداف، الشوط الثاني شايطين 26 تصويبه جايبين 16 هدف. نسبه اكتر من 50%. كمل بقى كابتن ياسر حضرتك عايز تقول. انا كده تركيز 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 غير عادي. 16 هدف عاجبني جدا ان في محمد مجدي لسه دخوله مع النادي الاهلي تمام. يعني النهارده محمد مجدي جايب 3 كور من على 9 متر، اللي عملت معانا فرق كبير. خلي بالك اكيد الشوط من بره طبعا، لان ده انت بامانه كنت مفتقد ده في النادي الاهلي طبعا، يعني مفتقد التصويبات البعيده اللي بتحل لك لوغاريتمات الدفاع. احنا السنتين ثلاثه اللي فاتوا ما عندناش ده، واضح ان مجدي لما اتكلم عليه مع مستر ديفيد اللي مختاره يبقى هو عارف هو جايبه ليه. اسمح لي اضيف حاجه، اتفضل يا كابتن. توقيته كمان، توقيت الاهداف مهمه في وقت اخر 10 دقائق وفرق ايه يعني، فرق جون ولا تتعادل او فرق 2 وبتاثر جون. يعني الترانسفير اللي عمله احمد خيري، يعني انه احنا لقينا لعيب تاني في الشوط الثاني، احمد خيري اتغير 360 درجه في الشوط الثاني. هو ليه حاجات يعني في 2 تيرن اوفر اتعملوا على بعض بالظبط، بس شويه تقل في الباصه بالذات اللي راح على الدايره. لكن في الشوط الثاني هو رايح جايب 4 هجمات باربع تجوان، جايب ضربه جزاء. لا عامل شغل هو اتبدل في الشوط الاولاني، يعني هو الكابتن ديفيز غيره يعني دخله اوضه اللبس، طلع احمد خيري احمد خيري تاني جديد يعني. وعاجبني التعامل النفسي، التعامل النفسي مهم. انا اعتقد ان التعامل النفسي يا كابتن ياسر ما بين ديفيدز واللعيبه هو اللي بيغير شويه. فاكر احنا كنا بنتكلم على احمد خيري وهو صغير وعارف هو صغير، لكن لعيب مزاجي جدا طبعا. اذا عرفت تسيطر على الحته دي هتاخد منه انتاجيه عاليه. اعتقد ان ديفيدز في ما بين الشوطين غير حته. طب اقول لك حاجه يا كابتن، انا شايف يعني قدر الله ما شاء فعل، بس احنا بنقول اخطاء وبنقول مميزات. لو كنا جبنا 3 اهداف من 6 اللي جليناهم واللي كان فيهم انفرادات في الشوط الاول كنا نخلص المباراه. لو جبت جون واحد بس من اللي انت ضيعته كنت كسبت. صحيح. وعندي كمان يعني عبد الرحمن بس لو ما بتساعدش يعني. عبد الرحمن فيصل تغير كتير كتير، تغير 360 درجه برضو. عبد الرحمن فيصل كانت شوطه من على 8 متر، النهارده عبد الرحمن فيصل حاطط كورتين من على 10 متر. صح. اعتقد بص يا كابتن، مع الفرق دي والتكتلات اللي تحت لو ما عندكش شويطه ما تروحش، ما ينفعش. لو ما عندكش شويطه ما تروحش تلعب الفرق دي، لان انت مش هتعرف كل كره توصل على الدايره، مش هتعرف. فانت لو ما عندكش شويطه يفكوا لك الروغاتمات عشان يطلعوا يقابلوك تعمل جبات تلعب، يبقى ما تلعبش الفرق دي. بس برضو في حاجه تانية كمان برضو اعتقد ان كابتن ياسر هيتفق معايا، استغلالنا للاجنحه. بالرغم على فكره احنا عندنا اجنحه من افضل الاجنحه في مصر، بتنهي الهجمه كويس، ما زال استغلالنا للاجنحه قليل. طب لو زاد اكتر من كده هيفتح لكل اللي سبب. يا كابتن فعلا النهارده ما حسيتش بالاجنحه ليه؟ طيب عايز تقول حاجه؟ هو بس الاجنحه انا عندي راح من ناحيه بس وينج رايت، الفاست بريك الوحيد اللي خده كاستيلو راح بيه من وينج رايت. هو ده اللي فرق يعني مع الونجات. لكن في الشوط الاولاني يعني النسبه، هنيجي هنقول ان الونجات استغلناها بنسبه 100%، اقول لك لا طبعا. عايزين الونجات نستغلها اكتر من كده بكتير. خلي مستر ديف ديفيز هيقول كده اكيد اكيد، ده العمل الجماعي اللي هو بالفرقه يعني. انت بس برضه يا كابتن عندهم هم كمان الونجات ما اشتغلتش، هو نفس الحكايه. ما هي احنا لما بنبص وبنحلل بنقول ايه؟ بنقول اللي احنا شايفينه دلوقتي. العالم كله النهارده دلوقتي بقى فيه كروس باس من الباك رايت للوينج ليفت وبتذبح الملعب. صح. فانت لازم النهارده تجهز لعيبك انه يبقى جاهز لده
طب كابتن عايز اقول لحضرتك سؤال برضو نسال يعني احنا ماتشين امبارح وماتش النهارده اي يمكن ماتش امبارح ما شفناهوش وبالمناسبه ماتش بكره غالبا مش هنذيعه لانه مش منقول مش من عندنا تاني مش من الاهلي هم مش هيبثوه زي ده مش هيصوروه يعني اللي قصدي اقوله انه النهارده في صفقات جابها مستر ديفيد ديفيس هنقول ان مين هنقول نبيل شريف جه هنقول شريف. مجدي لم يختبر تقريبا ماشي بس محمد مجدي الجون ابراهيم لا ده معاك من الموسم اللي فات ابراهيم معاك من الموسم اللي فات كان اتكسر اصابه بس قصدي اقول لك في شكله الجديد في توبه الجديد لا هو الولد هاي طيب شايف النهارده الصفقات اللي جت شايف تاثيرها مع الفرقه ايه مع الفرقه انا شايف ان انهم مؤثرين جدا بس مش هتظهر انتاجيتهم دلوقتي اديهم شهر كمان او شهرين لما يحصل الاندماج لعبه كره اليد اذا ما كانش فيه انسجام ما بين اللاعبين مش هتعرف مش هتاخد كابتن ياسر رايك ايه في الصفقات نبيل شريف لسه قدامه شويه اعتقد لسه ما دخلش مع فرقه لكن انا شايف محمد مجدي صفقه ناجحه بطريقه غير عاديه لان ما كانش عندنا حاجه نشوفه من بره لا والولد جريء بالظبط وحتى الجون اللي جابه في اخر لعبه دي هو ما نطش جامد هو كمان مش بيشوت ويرزع هو بيشوف هيحطها بين ايدين المدافعين ازاي هو ما تنساش يعني برضه كان بيلعب فين ودخل النهارده مع فرقه زي النادي الاهلي دي كلها ليها بتلعب مونبلييه ودوره زي ده موضوع كبير قوي عشان كده بقول لك كان عنده جرأه عجبتني ومتوقع منه لسه الاكتر لسه اكتر طب وحراسه المرمى النهارده طه برضو هايل يعني ابراهيم برضو ممتاز ابراهيم في ميزه حلوه طويل اطرافه طويله والرياكشن بتاعه كويس قوي بس لسه راجع بعد الاصابه انت عارف يعني بس شال ضربة جزاء لسه النهارده شوطه جايه على طول شال رميتين ورا بعض فرقوا معانا هو الولد طه شال 14 كوره شال 14 كوره لا يعني طه النهارده رقم ابراهيم نجم اهو الكوره هي مجدي اهو بص جرأه وحتى يعني في الكوره اللي فاتت دي الله اكبر ثلاث اهو جونين ورا بعض لا وبص الحماسه اللي بيلعب بيها لا يعني لا صفقه هي في حاجه اللي انا نفسي لعيبه الاهلي تعملها لان العالم دلوقتي كله بيشتغل عليها تصويب من خطوه واحده التصويبه دي بتبقى سريعه جدا ودي عملها على فكره يا كابتن فاروق ايوه فجاه بتبقى مفاجاه ما هي النهارده ما خدش خطوات كتير بيشتغل استلم راح يعني دلوقتي هتلاقي في 10 تصويبات هتلاقي 7 حتى التصويب السريع ما بيلحقش طب كابتن برضو النهارده شفنا معلش احنا بنتعلم بقى مونبلييه النهارده بكل لعبه سنتره سريعه انا النهارده شفت السنتره السريعه بتاعتنا في الاول بس كان فيها سن التسرع الشوط الثاني ما شفت سنتره سريعه خالص من عندنا يعني بيجي بينا الجول بنطلع واحده واحده طيب هقول حاجه في السنتره السريعه السنتره السريعه دي عايز تدريبات كتيره جدا على جزئيات في الملعب لما بنيجي نشتغل على السنتره السريعه بنقسم الملعب طولي خطوط خط من خط الجانب الى جوه شويه قبل المرمى قبل المرمى نفسه قائم وخط ما بين المرمى اتجاه المرمى وخط ثالث في من خط الجانب لنفس الحكايه يعني ثلاث خطوط بالظبط كل خط من الخطوط دول بيبقى له شغل تدريب خاص في السنتره السريعه هيبقى فيه 2 هيبقى فيه 3 هيبقى فيه 4 لغايه 4 لاعبين بيشتغلوا جوه الخط الواحد نعم تعرف اللي هو الوينج والباك والهاف مايل ناحيتهم والفيرويد فبقوا 4 دول ليهم شغل بيتعمل الناحيه الثانيه ده محتاج تدريب كتير قوي طب ما نتدرب الانطلاق يعني ده مستر ديفيد اكيد هيتمرن اكيد بتاخد وقت شويه تاخد وقت واستعداد اللاعبين وقدره اللعيب على توصيل الكوره في المكان المناسب في التوقيت المناسب دي مش ممكن ما تلاقيهاش في كل اللعيبه هي تلاقيها ممكن في منتخب مصر على سن عندك لعيبه كلها متميزه فانت بتفضل تشتغل على الخط ده وبعدين تنقل على الخط ده وبعدين هتبقى حاجه ثانيه انت الكوره السريعه اللي انت بتلعبها دي تلعبها من جون دخل فيك ولا من بلوك اتجاب ولا كرة ولا من قطعت كوره ولا تصديت ولا صدت حارس وبيطلع الكوره كل دي لها شغل تاني كل حاجه من دول ولها شغل الشغل بتاعها عشان كده قلت لك هي بتاخد وقت شويه نعم كابتن فوزي انا بحييك وبشكرك شكرا جزيلا الحقيقه نورتني النهارده الله يخليك واتمتعت انا على المستوى الشخصي بتدليلاتك انت وكابتن ياسر فيعني ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا كابتن فوزي شكرا لك كابتن ياسر صلاح بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني والحقيقه النهارده اتمتعت بتحليلك يا كابتن ربنا يخليك يا كابتن ياسر والف الف مبروك انا شايفه مكسب لفرقه النادي الاهلي والنادي الاهلي اعزائي المشاهدين النهارده تعادل مع مونبلييه في تاني الدوري الفرنسي اداء جيد لفرقتنا خاصه في الشوط الثاني تطور دفاعي تطور في الهجوم فرقه ليها شخصيتها تبقى متاخره فرق 5 اهداف في الشوط الاول وتعوض تعمل كام باك في اول 6 دقائق او 5 دقائق في الشوط الثاني وتكمل
جون بجون، وكمان تتأخر قبل نهاية المباراة فرق هدفين وثلاثة وتعوض وتتعادل. النهاردة النادي الأهلي شخصية بيعمل ده مع فرق أوروبية، استفادات بالجملة في مباراة النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وانتظرونا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال.